بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في برنامجكم ملك وكتابة. ومع مضي الأيام تزداد السخونة والتوهج والأخبار المثيرة. إبراهيم، أهلا بك يا باشمهندس. أهلا بكم أعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم في لقاء الخميس من ملك وكتابة. وبالفعل دخلنا في الجد اللي كان أعتقد اجتذبت كل الاهتمامات، بطولة الأمم الأفريقية المقامة في القاهرة. حضراتكم تابعين مستوياتها النهاردة، مباراة ولا أروع ولا أقوى من كده. الجزائر بتفوز على السنغال وتتأهل فعليا لدور ال 16، والسنغال تبقى لها مباراة تحاول تفوز بها عشان تكمل إن شاء الله. لكن المستويات تشي بمنافسات كبيرة يا باشمهندس. أنا بقول لك البطولة دي مفيش حاجة سهلة، كله بيعاني عشان يفوز. حتى نيجيريا هي تتأهل 1-0 1-0. النهارده مدغشقر في الشوط الثاني بتقدم لك كره حلوه جدا وبتحتفظ بحظوظها وفرصها في التأهل، عندها 4 نقاط. مباراه الجزائر والسنغال لا، مباراه من العيار الثقيل، مش من الناحيه الجماليه لكن من ناحيه الكره الجاده جدا جدا جدا. الجزائر بيدوا رساله، احنا مش جايين نهزر، ارجو ان احنا ما نبقاش احنا اللي جايين نهزر، لأن في الوقت اللي بتشوف هذا التركيز وهذه القوة وهذه كل منشغل، وإحنا منشغلين بمشاكل وبنحلها. ولأول مرة نشهد تدخل اللاعبين في قرارات إدارية، أول مرة في تاريخ الكرة المصرية. فبتخليك وإنت مندفع بكل عواطفك مع المنتخب وكل أمالك وعمال بتتشعبط في الإيجابيات، فجأة يروح حد دالي عليك دش سائع كده يقول لك فوق، انت ما تاخدهاش جد قوي لان ايه الموضوع فيه شويه قلق. يا استاذ ابراهيم، انا الحقيقه ولا انت لا ولا قبل ما اخش بتتكلم في ازمه عمرو ورده؟ انا بتكلم في ازمه الاداره. عمرو ورده ما هو الا نموذج، خلي بالك. عمرو ورده ده ابني كرويا بالمعنى الحرفي. يعني أنا أول مرة أشوف كابتن عمرو وردة جابهولي الأستاذ عصام فتح الله، ورجل أعمال سكندري من نادي سبورتنج، ولقيته جايب معاه هذا الشاب الذي يمتلئ موهبة، وقال لي عمرو ابن كابتن مدحت وردة وده لاعب كورة كذا كذا، بيلعب فين؟ قال لي ده بيلعب مع أصحابه في نادي سبورتنج. يا عمرو أنت عايز تلعب كورة؟ ما لقيتوش متحمس قوي. فقال لي هو مش متحمس لانه عنده طلب غريب. قلت له في ايه يا عمرو؟ قال لي يا اذا كنت حاجه اتمرن مع الفريق الاول، عنده 17 سنه ومستر مانجر سي هو اللي مرني، يا هفضل العب انا واصحابي كده. فانا الدرجه الاولى على طول عجبني هذا، عجبني المنطق ده وعجبني الطموح ده، لانه مش حاجه مش طبيعيه. سيبته خرجت ورحت مستر مانجر سي في الاوضه، قلت له خليك دقيقه واحده، قلت له في وضع غريب هحكوا لك ما صادفنيش، ما اعرفش انت هتاخده بجديه ولا لا. حكيت له، قال لي هو قال لك كده؟ قال لي هاتهولي. تعالى يا عمرو. قال لي فين؟ قلت له رايحين لمستر مانويل. رحنا على الاوضه، اوضه الكوره. قال له انت بتقول لمستر عدلي ان كذا كذا يا مستر مانويل جسيم مراني، انت عندك كم سنه؟ قال له يعني 17 ده 18 سنه. فقال له وانت عايز تتمرن مع الفيرستيم مره واحده كده وانت ما بتلعبش لسه؟ قال له قال له واثق في انت قد القرار اللي انت بتطلبه ده؟ فضحك قال له يا كابتن. مستر مانويل خده، وبعد شهر خده معاه السعوديه ولعب ماتش القادسيه، وبدات مسيره لاعب موهوب جدا. وبدات معاه مسيره من الاخطاء التي يجب ان تصور. وانا كنت بتعامل مع هذا الموضوع كانه ابني، وكان كابتن مدحت يقول لي كده مسؤوليتك يا عدلي اعتبره ابنك. وكان بيلجأ لي في حاجات كتير كنا بنتكلم. لكن انا مش هناقش هو عمل ايه، مش بتاعتي، لان انا برضو ضد اتخاذ اي قرار بدون تحقيق، لانك بتضطر تخش في البلبله دي. ما انت لو حققت وتيقنت وخدت قرار اللي هيناقشك تقوله ده احنا محققين ومتيقنين بالخطأ. لكن أنا بنظر الموضوع من نظرة تانية يا أستاذ إبراهيم. هو إحنا مشغولين في هذا المعسكر بالمشاكل وبالفيسبوك وبالتويتر؟ أنا قلت إن دي
أجواء كأس العالم، فما كنتش متصور الموضوع بقى أخطر، إن اللعيبة بقت انفولفد، بقت ليها دخل، بقت بتناقش قرارات الإدارة، ومش بتناقش ماشي، من حقهم إن هم يبقى صاحبهم وعايزين يلتمسوا فرصة تانية له. الكلام ده لو كان في أروقة المنتخب مع الإدارة ومع المؤسس هاني أبو ريدة مقبولة، لكن ينتقل هذا إلى الشاشات وإلى الملاعب وإلى الإدلاء بتصريحات من كابتن الفريق الذي يقيم أنه أحد القلائل المحترفين بجد. يعني عندما يشار الكابتن محمدي بيقول ده نموذج اللاعب المحترف، وهو كابتن فريق ربنا أكرمك، وعلى فكرة من الناحية الفنية لعب واحدة من أفضل مبارياته مع المنتخب بالأمس، ولكنه كان حريص جدا وهو غاضب يطلع يقول واحنا مش هنسمح وهنسمح، ويطلع يشاور ب 22 ولاعيبة كبيرة زي الكابتن عبد الله وكابتن مش عارف، هم دول ده المزعج في الموضوع، ان اللعيبة الكبيرة لازم تصدر مفاهيم الاحتراف. يعني انا ممكن اللعيبة الكبيرة دي تروح لكابتن عمرو تقول له هنقف معاك، بس خلي بالك انت غلطت وعملت وسويت، ورغم هذا هنقف معاك، ويروح يلتمسوا فرصة تانية كلهم، نديله فرصة تانية، لكن نطلع نجيب جول، نبتدي نتكلم مع الجمهور ونتكلم مع الإعلام، ونرفض القرار الذي نسب وقتها إلى رئيس الاتحاد. فده كلام يا أخوانا، لا في احتراف ولا في حاجة أبدا، في إن بقت استعلاء واستقواء عندما يكون الجمهور أقوى من الإدارة، هذا خطأ. عندما يكون اللاعبون أقوى من الإدارة خطأ أفدح، لأن في أمور بعيدا عن الفنيات ما ينفعش يبقى حد أقوى من الإدارة فيها. الإدارة ممكن تغلط، تقويم الإدارة مش عند اللعيبة. أتذكر الكابتن صالح لما استقال، فجيه الكابتن صلاح حسني وكابتن أنور السلامة كانوا متضايقين إنه استقال، وإن المجلس قبل استقالته من الإشراف على الكرة ومن المجلس ككل، واجتمعوا وأنا حضرت جزء من هذا الكلام، والكابتن صالح بيكلمهم إحنا رافضين هذا القرار. قال لهم أنتوا مين؟ أنتوا مالكم؟ إزاي أنتوا عايزين تتدخلوا في موضوع يخصني أنا والإدارة؟ ازاي يبقى لكم راي؟ يعني انا لما استقوى باللعيبه اعرف اتكلم معاكم في ايه؟ وهو عضو مجلس اداره في السنة، كان مشرف على الكوره. فقال لهم يعني انا انتوا عايزين تعملوا ايه؟ لا مش يا كابتن لازم يبقى لنا موقف. قال لهم الموقف الوحيد انكم تركزوا تلعبوا وتكسبوا عشان خاطر ناديكم، ده الموقف الوحيد اللي يرضيني. هي العلاقه كده. فانا مش بناقش وقع التحرش ولا وقع، انا ماليش شأن بهذا الامر يعني، طبعا كلنا بنرفض هذا الكلام كان حصل يعني، انما انا برفض المعالجه التي تم بها هذا الامر. وانا لحد دلوقتي الموضوع غامض بالنسبه لي، هو في ايقاف ولا ما فيش ايقاف؟ في رجوع عن القرار ولا ما فيش رجوع عن القرار؟ هو دور اللعيبه ايه في الضغط على الاداره وعلى يعني يبقى كلنا عاملين اللي علينا، وعايزين اللعيبه تعمل اللي عليها في الملعب بس، منها تركز مش اكتر من كده، وعندهم فرصه ذهبيه يا جماعه. البطوله صعبه، انا ده كلامي لعيبه المنتخب، البطوله صعبه جدا، اذا ما كناش مركزين قوي هتبقى مشكله. انا انظر الامر من هذا المنظور، لكن انا لا بحكم ولا بدي ولا بقيم ولا انا يعني لا. خلينا نقول بس يعني حقيقه الامر يا باشمهندس، عندك معلومات انا ما اعرفهاش قولها. هي قضيه اعلاميه مهمه جدا، والاهميه فيها اهميه توقيت، لان المنتخب في بطوله وبطوله بيستضيفها بالظبط كده. فالتوقيت مفيش اهم من كده، طبعا الاثاره مفيش اكتر من كده في ظل ثوره السوشيال ميديا اللي هي صنعت الازمه في الاول، فانت على سطح اعلامي مشتعل جدا في توقيت بالغ الاهميه في حدث شديد الإثارة، لأن بيتعلق حتى على مستوى الإعلام، صحف كتيرة برة أجنبية كبيرة تنقلت أخبار التحرش واللي حصل والصور الانستجرام. هل احنا مصدرين الصورة الرائعة مهم من بطولة مصر المنتخب؟ اللي أشار ليه المهندس عادلي في 3-4 نقاط لازم نقف عندهم ببعض المعلومات. حتى طبعا عمرو وردة لعيب موهوب، واحد من ولاد النادي الأهلي،
فكره انه اخطا، اخطا التفاصيل اللي عند جهاز المنتخب انه اخطا. ثانيا الناس اللي قالت فرصه تانية، ما هو الخواجه خفير اجيري نفسه في المؤتمر الصحفي اللي فات لما اتسال على وقعه التحرش واذا كان في عقوبات ولا لا، قال لا انا لغايه دلوقتي قبل وقعه عمرو ورده في الوقعه يعني الاولانيه. يعني انا بس عايز اتوقف هنا، يعني هو في وقعتين ولا هي دي الوقعه الاولانيه؟ وقعتين. يعني الوقعه الاولانيه، الوقعه الاولانيه بتاعت عارضه الازياء دي عدت، عدت. اذا في وقعه تانية. وتم توجيه الاتهام او تم توجيه لفت نظر اللعيبه، ويا جماعه لازم نركز اكتر من كده. واجيري قال لهم انا بعيدا عن الحدوته نفسها وتفاصيلها، انا اللي مضايقني ان اللعيبه طول الوقت مشغوله بالموضوع، بعاد عن بعض، ما بيتكلموش مع بعض كتير، طول الوقت كل واحد ما فتح التليفون بتاعه وشغال مع نفسه. وقال ان ده جو هو مش حابه يعني، ويتمنى ان الكل يبدا يتكلم مع بعضه واللعيبه تبقى في الفه بينهم. الى ان حدث امبارح، امبارح الصبح المهندس هاني ايهاب الهيطه مدير جهاز المنتخب وصل له فيديو جديد منسوب لعمرو ورده في تجاوزات، والسوشيال ميديا اشتغلت. طبعا كان فيه سابق انذار عن واقعه التحرش بتاع عارضه الازياء. هنا لانه في سابق انذار وفي وضع ما عادش ينفع السكوت عليه خالص. لا يعني ما هو الانذار يعني ايه؟ اما تاخد الكارت الاصفر لما تكرر تاخد الاحمر. بالظبط. امال يعني ايه انذار؟ ما تديش بقى. فاللي اخذ القرار على الفطار امبارح الصبح ايهاب لهيطه. واتصل بالمهندس هاني ابو ريده بوصفه رئيس الاتحاد ومشرف على المنتخب. في واقع في وضع كذا 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 كذا، وانا شايف يعني ايهاب لهيطه اللي خد القرار؟ اللي خد القرار. انت متاكد من المعلومه دي؟ طبعا، لانه كمان قال للمهندس هاني، قال لي هاني ابو ريده ما هو القرار يا اما انا همشي، انتوا بتطالبوني بالانضباط، في روسيا دفعتوني الفاتوره. والحقيقه انا كنت قال لك قال كنت مشيله المسؤوليه. قال له في روسيا دفعتوني الفاتوره ومحدش طلع يدافع عني، وكل الناس اللي كانت بتطلب خدمات لتسهيلات لدخول ذويهم وقرايبهم لمعسكر المنتخب هم اللي طلعوا يقولوا مدير المنتخب هو المسؤول. فقال له لا انا ما حدش واقف جنبي في روسيا، فما حدش هيقف جنبي هنا الا انا. في وضع غلط يستوجب قرار حاسم. وانا قال له طب نشوف الخواجه، قال له ماليش دعوه بالخواجه، الخواجه ليه الامر الفني، لكن انا لما اتكلم على امر انضباطي وامر سلوكي القرار ليا انا كمدير للجهاز. موقف يحسب له، وان كانت اسبابه. طيب. مش انا مش موافق على اسبابه. طيب. ما حدش واقف جنبي، انت بتعملها انتصارا لمبدا ونظام. يعني انت بتتكلم على انه القرار الفني، قال له لا ده قرار مش فني. طيب جه المهندس هاني ابو ريده قعد مع الخواجه، الراجل بقى متحفظ اجري، لا او لعيب مهم وانا محتاجه، قال له لا بس احنا محتاجين الانضباط اكتر، الوضع كان وصل لمرحله مش هينفع نسكت عليها. بس ده اللي جاء بعد كده هيبقى كبير. بالظبط. فبعد اذنك يا خواجه، عمرو ورده مش معاك من دلوقتي. وقال لي ايهاب خد بالك انت هتكمل ب 22 لاعب، لانه مفيش استبدال، والكاميرون لسه مرفوض لها طلب استبدال لاعب عنده مشاكل في الشريان التاجي، فبالتالي انسى حكايه انك هتستبدل. قال له مفيش مشكله هنكمل ب 22. طبعا النقطه السلبيه، تم اعلان القرار امبارح 12 ونص الظهر انه تم استبعاد عمرو ورده بموافقه بقى رئيس الاتحاد المره دي. طبعا القرار اعلن منسوبا لرئيس الاتحاد، لانه عنده قرار كاشراف على المنتخب مش محتاج يجمع مجلس الاداره. بالظبط بالظبط. هنا التطورات السلبيه، ثلاث تطورات. انت عايز تحافظ على موهبه لاعب زي عمرو ورده، في خطا في خطا، خطا ما ينفعش السكوت عليه، ما ينفعش السكوت عليه، لازم ان يقوم، لازم ان يقوم. انت ما قلتش، اصل في الاعلام سبق وقال تم استبعاده وحرمانه من تمثيل مصر طول عمره، لا ده مش موجود في القرار. ولا ينفع يبقى كده. مش موجود في القرار، لا ده انت بتقاوم مش بتذبح. استبعاده من المنتخب في بطولة كأس الأمم. فقط. هنا عمرو الناس سألت طب هو ليه لغاية دلوقتي، ولذلك ده اللي فاتح الباب، ليه ما زال موجود في معسكر المنتخب؟ قبل ما أجي لك على طول سألت إيهاب. يعني هو مقيم في فإيهاب إيهاب قال لي هو دلوقتي موجود في غرفته، لكنه لا على قوة المنتخب ولا يمثل المنتخب ولا بياكل معاهم ولا بينزل التمرين معاهم، كون انه لسه ما دبرش امره هيروح فين، هيسافر ولا مش هيسافر، هيروح اسكندرية لأهله ولا في مشكلة معاهم، هيتدبر امره ازاي
حتى الآن القرار الساري إنه عمرو وردة خارج المنتخب. ولما بقول حتى الآن ليه؟ لأنه ممكن قبل ما نخلص تحصل ضغوط معينة وتلاقوا القرار تم التراجع عنه وهتبقى مشكلة أكبر. وده اللي أنا متوقعه يعني. بس هي المشكلة الكبيرة فين؟ امبارح آخر الليل. طبعًا في مشكلة تاني غير كده؟ الجزئية اللي المهندس عدلي أشار ليها هكلمكم فيها، مسألة إن كابتن المنتخب يجاهر بالرأي ضد قرار لرئيس الاتحاد. إحنا وصلنا إلى قمة الفوضى الإدارية. قمة الفوضى. كابتن المنتخب المنوط بيه تنفيذ القرار وحمايته هو اللي ضده. ودي غريبة. ممكن أقف هنا بس عشان نوضح. اتفضل. أنا أتفهم تدخله في الأمر بصفته كابتن المنتخب. وأتفهم تعاطفه مع زميله. طبعا. ما هو أجيري قال لهم خليكم وحدة واحدة. هذا جزء من مظاهر الوحدة الواحدة. ربما أراد أن يظهر هذا. بس مش للإعلام. ايوه ايه الاليه؟ انت لاعب محترف تقوم تطلب من مدير الاتحاد يوصلك برئيس الاتحاد وتقول له عايز اقعد مع حضرتك يا فندم ونبحث هذا الامر تاني بكل زواياه ونشوف نقدر نعمل فيه ايه. لا تطلع تنتقد القرار في وسائل الاعلام ولا في الملعب. ربنا اكرمك وعملت ماتش كويس وجبت جون مهم، ما تخليش الجون ده يدي لك قوه انك تستثمر الجون في انك حتى يعني انت بتحرض الجمهور ولا ايه المطلوب يعني؟ فكان الخطا انه يطلع كابتن المنتخب احمد المحمدي بعد المباراه ويعلن تضامنه، ومش بس تضامنه، مش هنسمح ومش هنسكت والكلام من ده زي ما المهندس عادل قال، حتى بنبره حاده فيها تهديد يعني، مش لقرار صادر عن الاتحاد او عن راس الاتحاد. ثانيا ليه الشوشره دي؟ ثانيا مفهوم الحريه الشخصيه دي برضه نقطه نظام. اصل اللاعب اللي ليكوا علينا احنا كلاعيبه مستوانا في الملعب والتزامنا في الملعب وانضباطنا في الملعب، بعد كده كل لاعب له حريه شخصيه. لا يا حبيبي، وما يقدرش يعملها في اي مكان طبعا الا في منتخب مصر طبعا. لا، مين قال لك ان حريه؟ انت شخصيه عامه خلاص وموجود في مهمه. عمرو نفسه واجه مشاكل في اليونان ومشاكل في البرتغال. انا مش بناقش عمرو دلوقتي، انا بناقش مفهوم. ده كابتن الفريق واحد المحترفين الناجحين اللي لهم مسيره، فكلمته اصبحت درس مجاني لناشئينا ولشبابنا. خطرتها بالنسبه لي هنا لما اللعيبه الناشئه تبتدي تغلط وتقول لك دي حريتي الشخصيه. لا يا حبيبي، حريتك الشخصيه هم تبطل بالظبط. طول ما انت في مهمه وانت تمثل جماهير وتمثل بلد طبعا، وحتى لو على مستوى الانديه بتمثل، ما فيش حاجه اسمها دي حريه شخصيه. كل ما يسيء اليك يسيء الى الجهه اللي بتمثلها. صحيح. عشان كده امبارح كمان بالليل بعد ما رجعوا من الاستاد عملوا اجتماع قعد لغايه الساعات الاولى من ودي قضيه على فكره يجب ان نتبناها. هل تصرفات اللاعب الخاصة منفصلة عن مسؤوليته تجاه ناديه أو بلده؟ هل دي فعلا يمكن احنا اللي غلطانين نسأل فيه؟ سؤال مهم هيكون في الفقرة الثانية. معانا اثنين من كبار المحللين في مدارس مختلفة، مدرسة عريقة في التحليل الفني وخبرات الكبيرة لكابتن فتحي نصير، والرؤية التحليلية الشابة والوعدة لكابتن أحمد بلال. فبالتالي هنناقش جزئية مسؤولية النجمة ما بين الحرية الشخصية والمسؤولية المجتمعية كمان. بس زي ما بقول لكم امبارح آخر الليل بعد ما الفرقة رجعت من الاستاد حصل اجتماع، حضروا من اتحاد الكورة المهندس هاني أبو ريدة والمهندس أحمد مجاهد والدكتور كرم كردي مع اللعيبة. مين اللي دعا للاجتماع؟ مع اللعيبة. اللعيبة اللي طلبت الاجتماع. مش لا اللعيبة عايزين نقعد معاك يا باشمهندس هاني. فجاب أحمد مجاهد وكرم كردي والجهاز موجود. قعدت لفترة طويلة كلهم بيدافعوا عن حق عمرو وردة في العفو عنه وخلاص، والمسامح كريم وهيتعلم الدرس واديله فرصة تانية والكلام ده كله. وبقت المسألة هم مستندين على رغبة خفير أجيري الحتة الفنية، والراجل خلاص وبرضو محتاجه. لا وبرضه دي نقطة غلط، مش من حقه أبدا يتكلم، ما مش من حقه مع إنه يصدر اللعيبة فيها. بالظبط. هو إيه اللي إحنا فيه ده؟ فنام الجميع بدون قرار، لكن حالة اللين اللي ظهرت عليهم شوية ادت الانطباع
لبعض اللعيبه انه خلاص تم العفو، لكن انا بقول لكم لغايه لما طلعنا هوا مفيش قرار صدر غير قرار الايقاف. تسمح لي برضو ناخدها جزء جزء كده، عايز اسالك نص يوم فيها. بكره عنده تمرين، حتى الان تاكيدات جهاز المنتخب انه عمرو مش في المران. عايز اسالك سؤال هنا استاذ ابراهيم، دلوقتي اللعيبه عملت اجتماع ومتضامنه وشكلهم مش بيطلبوا، شكلهم بيقولوا عمرو يرجع. لان عمرو يرجع لو هو مناشده كانت بقت في اطار المناشده، ويبقى انت هتقبل القرار ايا كان، اتقبلت الالتماس ما تقبلش الالتماس، ها؟ لكن طب افرض تربويا بقى الرئيس الاتحاد راى انه ما ينفعش ان يقبل هذا القرار، طب موقف اللعيبه ايه؟ هيلعبوا هم متضايقين؟ هيعتبروها بقت هزيمه؟ هيعتبروها بقت ضغط ما جابش نتيجه؟ يعني هيعملوا ايه؟ يعني ده اللي انا عايز، ليه ورطتوا نفسكم ان لا قدر الله لا قدر الله لا قدر الله يحصل حاجه فتتفهم ان انتوا ما عملتوش اللي عليكم تجاه بلدكم، وانتوا عاملين اللي عليكم تجاه بلدكم. خاصة اللي جاهر بالرأي المحترفين الكبار. ما هو دي النقطة اللي قلقاني جدا. انت بتتكلم على محمد صلاح بس، محمد وحجازي والنني والمحمدي، دول اللي كتبوا تويتات مساندة ودعمة، يعني حتى طب انت علمتوا الجداد ايه؟ اللي في المنتخب الجداد. يعني انتوا كناس باقدمياتكم وقيمتكم، وفيكم اليوم ما يبطل وقيم الانضباط اللي انتوا فيكم يوم ما هيبطل هيبقى مسؤول، يا في الاتحاد يا في الاعلام يا في التدريب. مش كده؟ يا في الاداره. هتتعاملوا مع المواقف دي كده بالطريقه دي، ان يا ابني اعمل اللي انت عايزه انا ماليش منك الا الملعب؟ هل ده حقيقي؟ عايزين نناقش، ويا ريت احنا عشان برضو هنعتبر ان احنا راينا مش ملزم ومش صح، هي وجهات نظر، لان هي في الاخر مش خناقه، يعني هي في الاخر انت بتقول راي، لكن عايزين بجد نناقش هذا الامر بعد البطوله. مش هنناقشه دلوقتي عشان ما تكبرش الامور، يعني بعد البطوله عايزين نشوف حدود الاداره ايه، وحدود اللعيب ايه، وحدود الجمهور ايه، وحدود بالظبط. لانه كمان مش عايزين المساله توصل لطبيعه المشاكل اللي بتحصل بين النجوم والمنتخبات الافريقيه، يعني كل شويه بقى لهم مطالب. صحيح هناك بتبقى مطالب ماديه، بس ما هي المطالب الادبيه والمعنويه برضو بتأثر. طبعا. عموما ده موضوع مهم لمناقشته مع ضيوفنا الكبار في الجزء الثاني من الحلقه، لكنه ايضا على ذكر بقى كره القدم ومكانتها ونجومها، التاريخ لا يخلد الا الاساطير الناصعه، والمسؤوليه هنا لا تنفصل، وطبيعه الشخصيه والنجاح والسلوك والانضباط والقدوه والالتزام لا ينفصل عن الموهبه والمهاره والمتعه والاهداف والانتصارات. عشان كده الاتحاد الدولي للتاريخ والاحصاء المعني باحصاءات كره القدم لما طلع قائمه فيها 40 لاعب، 48 لاعب يرى انهم اساطير كره القدم عبر التاريخ، عبر التاريخ. كان الرائع جدا انه لما يختار 7 لاعبين من افريقيا، كل افريقيا، هذا الاتحاد المعني بالاحصاء شايف انه افريقيا اساطيرها من ساعه لما اتقال يا كوره لغايه دلوقتي هم 7. الرائع جدا انه 7 يبقى منهم 2 من مصر، والرائع قوي انه يبقوا الاثنين من الاهلي، يكون الكابتن محمود الخطيب والكابتن محمد ابو تريكه ضمن قائمه العظماء ال 48 في تاريخ كرة القدم حول العالم. 48 واحد حول العالم أسهموا بإسهاماتهم ومهاراتهم وسلوكهم في إمتاع الجماهير بكرة القدم. هنلاقي من مصر محمود الخطيب ومحمد أبو تريكة، من الجزائر رابح مجر، من الكاميرون باشمهندس روجي ميلا، من جنوب أفريقيا لوكاس راديبي، من نيجيريا نوانكو كانو، ومن ليبيريا جورج ويا. طبعا دي اساطير، يعني الناس اللي بطلت من فتره، اللاعيبه اللي بتلعب حاليا ما تمش اختيار حد منهم حتى وان كان لهم تاثير واسهام وشعبيه، لكن انا بكلمكم على ال 48
في قائمة الأساطير في تاريخ كرة القدم حول العالم. ممكن أستاذ إبراهيم من اتفضل. الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء عايزين نوضحه، لأن ده أنا أعلم أنه اتحاد خاص أو شركة خاصة مسمية نفسها كده، ودي وجهة نظرها بالظبط. رغم أنه يسعدني جدا طبعا أن يبقى الخطيب وأبو تريكة واثنين من مصر ويطلعوا من الأهلي ضمن أفريقيا ضمن الأساطير، لكن أنا مش عايز أعول عليه كريفرنس أو مرجعية، لأن أنا بختلف معاه. ما عندوش معايير بيقول لي اختار توم ازاي. يعني اختلافي مع الشركة دي ان هي يعني زي كان في زمان يقول لك الايزو علامة الجودة، دي جايزة كانت بتتباع، شركة من الشركات تاخد الجايزة. انا معلش بقول الكلام ده ليه؟ لان في يوم ما هنضطر نختلف معاهم. هو انت هنا لا اختيارهم انت بتزكيه، ايوه، ولا بتديهم ختم، ولا بديهم ختم، بس خلاص. لكن كخبر خبر هذا اختيار خبر كويس يجب التوقف عنه. اصل الناس في يوم من الايام تقول لك افضل نادي الاسبوع ده، افضل منتخب الشهر، يعني انا معاك، لكنه ملوم مش معايير. انت بتتكلم على الناحيه الخبريه اللي قايمه اعلنت فيها سبعه من افريقيا، فيهم اثنين من مصر، هم ايضا من النادي الاهلي. على ذكر الأسماء بقى، أنا بقول ده بمناسبة الأشخاص اللي بتأثر بموهبتها ومهارتها وسلوكها وانضباطها فتتحول إلى أساطير عبر التاريخ. ألاقي القايمة فيها الأرجنتيني دي ستيفانو، وفيها في اتنين عرب طبعا، من السعودية ماجد عبد الله، ومن الكويت جاسم يعقوب، بس من الأرجنتين ومن الجزائر ربح مجر. ربح مجر لا أنا بكلمك على عرب آسيا. الأرجنتيني ألفريدو دي ستيفانو، الأرجنتيني مارادونا، بيليه وجارينشا ورونالدو وزيكو من البرازيل، أعلى تمثيل من البرازيل، زيبيو البرتغالي ولويس فيجو البرتغالي، جيرالد مولر الألماني، وفرانز بيكنباور ولوثر ماتيوس الألمانيين أيضا، بوشكاش المجري، هوجو سانشيز المكسيكي، بوبو تشارلتون وبيكهام وستانلي ماتيوس الإنجليز. ألاقي من إيطاليا زوف وروبرتو باجيو، ألاقي من أسبانيا خنتو، من روسيا بلوخن، من روسيا ايضا ليفياشين، ومن فرنسا زين الدين زيدان ومشيل بلاتيني، ومن هولندا رود خوليت وماركو فان باستن ويوهان كرويف. بصوا الموقع ده كتب ايه حيثيات اختيار الكابتن محمود الخطيب. هو دي اللي تهمني بقى، قال المعايير يعني لعب بيبو لصالح الاهلي نادي القرن في افريقيا بين عامي 72 و88، وللمنتخب المصري بين عامي 74 ل 86. هو ذكر ان الاهلي نادي القرن في افريقيا، وده اللي كان نفس الموقع اختلف عليها لما الكاف سمى الاهلي نادي القرن. دلوقتي بيقر بده بين عامي 74 و 86 للمنتخب، سجل 27 هدف، ظهر لاول مره في الاسبوع الاول من موسم 72-73 من الدوري المصري ضد الطيران في 13 اكتوبر 72. محمود الخطيب والاسم يتحدث عن نفسه، زي ما بيقول الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء، هو واحد من أكثر لاعبي كرة القدم مهارة، إن لم يكن أكثرهم مهارة على مر التاريخ المصري والأفريقي. ده تقديره لموهبة ومهارة محمود الخطيب، إنه ربما يكون هو الأكثر مهارة على مر التاريخ الأفريقي. انتقل بيبو إلى الأهلي في العام 72، قضى 16 سنة مع النادي قبل تقاعده أو اعتزاله في 88 بسبب إصابات عديدة تعرض لها على مر السنين، كما هي الحال مع العديد من اللاعبين المهرة. بيبو كان هدفا في كثير من الأحيان لاهتمام الدفاعات، وغالبا لا يستطيعون رقابته. فاز بيبو بلقب الدوري المصري 10 مرات، وكأس مصر 6 مرات، وكأس الكؤوس الإفريقية 3 مرات، ودوري أبطال أفريقيا مرتين مع ناديه الأهلي. تم اختياره أفضل لاعب في مصر 5 مرات خلال مسيرته. تم اختيار الخطيب ليكون عضوا في اللجنة الدولية للعب النظيف بعد أن لعب 450 مباراة محلية ودولية دون إنذار واحد. في العام 2007 تم اختيار بيبو كثاني أفضل لاعب كرة قدم إفريقي في السنوات الخمسين الماضية من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم. ده المعطيات اللي على أساسها
اختير محمود الخطيب ضمن الاساطير، واختير ايضا محمد ابو تريكه ضمن هذه القائمه. وقال الاتحاد الدولي للتاريخ والاحصاء لعب ابو تريكه كمهاجم ثاني ولعب خط وسط مهاجم في الترسانه ثم الاهلي في مصر وبنياس في الامارات، كان احد ابرز النجوم في المنتخب المصري. حصل ابو تريكه على المركز الثاني في جائزه افضل لاعب افريقي عام 2008 بعد ايمانويل ايدي بايور، وكان واحدا من 5 مرشحين لجائزه 2006 وواحدا من 10 المرشحين لجائزه 2013. تم اختيار ابو تريكه كافضل لاعب في افريقيا لاربع مرات 2006 و2008 و2012 و2013. تم منح الجائزه من قبل الكاف للاعبين المقيمين في افريقيا. فاز ابو تريكه مع المنتخب بكاس الامم الافريقيه في 2006 وسجل هدف الفوز لمساعده مصر على الفوز بكاس الامم الافريقيه ايضا 2008. ساعد فريقه الاهلي في الحصول على الميداليه البرونزيه في كاس العالم للانديه 2006. ده اختيار محمود الخطيب ومحمد ابو تريكه ضمن قائمه اساطير الكره العالميه، يعني 7 من افريقيا منهم 2 من مصر يكونوا ايضا من النادي الاهلي. اختيار لا، ما هو في حيثيات يعني هو انت ومعظم الاسماء اللي اختارها ما هي من علامات الكره العالميه، لكن بيكهام مثلا لا مش من اعظم لعيبه انجلترا، هو من اشياكهم، هو كان براند يعني كان قيمته التسويقيه اهم من قيمته كلاعب كوره. فكان بيعتبره المانيكان اللي الناس تلبس زيه وتتحرك زيه وتتكلم زيه. بس مع الريال كان له بصمات برضه في الفاولة بس، لكن مع مع مع, مع المان يونايتد كان فيركسون بيقول لهم انتوا محيرني ازاي ده مصنفينه، ده انا عندي لعيب تاني الراجل الويلزي. هو عموما اختياراته باستمرار كانت تسويقيه وهو كان متجوز مطربه شهيره جدا فزاد تسويق وهو عشان كده بعد كده راح امريكا عشان يبقى له علامه تجاريه، يعني ما هوش قيمته كلاعب كوره انه واحد من اهم الناس في انجلترا، لا. طيب ده بما يخص النادي الاهلي. وعلى ذكر النادي الاهلي، النادي الاهلي امبارح كان عنده افتتاحات مهمه في مقر النادي او فرع النادي في مدينه نصر، والجمهور دايما وابدا علشان المساله تبقى باينه مزيد من التطوير والارتقاء بمنشئات النادي يصب مباشره لصالح الجمهور. الجمهور مش منفصل، لانه النادي لما بيرفع كفاءه منشئاته بيعظم ايراداته، ولما بيعظم ايراداته بيقدر ينفق على انشطته الرياضيه اللي في النهايه بتجلب السعاده والفرحه للجماهير. فالامر لا ينفصل عن بعضه. ما يخص الاعضاء هو ما يسعد الجماهير بكل تاكيد. ده جانب من حفل الافتتاح اللي كان امبارح في النادي الاهلي. كابتن محمود الخطيب واعضاء مجلس الاداره كانوا في استقبال 2 من الضيوف الكبار، الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه واللواء خالد عبد العال محافظ القاهره. الاثنين كانوا سعداء جدا واشادوا كتير بحجم المنشات اللي عليها النادي الاهلي وبالطفره الانشائيه الكبيره اللي في النادي ده. في كذا حاجه، ده البوابه تقريبا خلصت ومنطقه السباحه اللي في الاخر، بس هو امبارح الافتتاح. انا فاهم يعني انت خلال شهر الخدمات. خلال شهر ممكن تلاقي الافتتاحات دي كلها وبعد كده هتبقى النقل على الجزيره وشيخ زايد. دي افتتاحات منطقه الخدمات ومعظمها خدمات برضو لصالات الطعام والمطاعم للاعضاء. الدكتور اشرف صبحي عبر عن سعادته الكبيره باللي شافه في النادي الاهلي وبحجم الانشاء، وايضا اللواء خالد عبد العال محافظ القاهره الحقيقه متعاون جدا مع النادي في كل ما يخص امور الانشاءات والتراخيص وخلافه. ودي جزء، وده الجزء الكبير من المسؤوليه المجتمعيه للنادي الاهلي واللي اتكلم عليها الدكتور اشرف صبحي، انه الاهلي برسالته الرياضيه ودوره المجتمعي لخدمه مجتمعه عنده هذه المقرات. ما شاء الله انت بتطور مقر مدينه نصر الى اعلى مستوى، بترفع كفاءه كل المنشات اللي فيه وبتعمل منشات جديده كمان لخدمه الاعضاء وتستكمل منشاتك وخريطتك الانشائيه والخطه الكبيره في الشيخ زايد، وجنبا الى جنب مع الفرع الجديد في التجمع الخامس يا باشمهندس. التجمع الخامس قريب جدا يبدا العمل فيه، احنا في مرحله اصدار التراخيص، لكن الشيخ زايد كمان هيشهد طفره انشائيه
مجمع الصلاة، البوابات الجديدة، الأسوار. الأسوار كمان في مدينة نصر خلصت. ودي بتضيف عمق اقتصادي لأنها كلها ستسوق إعلانية. تمام. أيضا النادي في منتجع الأهلي في مرسى مطروح أعد شاشات كبيرة لأعضاء النادي عشان يستمتعوا بكأس الأمم الأفريقية، والجهاز الفني جنبا إلى جنب مع كل ده بيسير في تنفيذ خطة تجهيز الفريق لاستئناف الدوري عقب كأس الأمم إن شاء الله. مارتن لاسارت المدير الفني بيجتمع مع علي لطفي وعربي بدر، علي لطفي الحارس وعربي بدر لاعب خط الوسط الواعد اللي تم تصعيده للفريق الأول، هتشوفه ما شاء الله موهبة عالية جدا تدعم صفوف الفريق المرحلة اللي جاية. إذا أراد أن يكون، أن يلتزم ويتواضع ويسمع الكلام ويصبر. هو مش جاي هيلاقي فرصة على طبق، ده هينافس لعيبة هايلة. صحيح. صلاح محسن وناصر ماهر انتظموا في تدريبات الفريق، كانوا أخذوا فترة راحة، وكابتن سيد عبد الحفيظ قال كانت أخذوا الراحة متأخرة شوية لأن هم كانوا في المنتخب الأولمبي. ولسارتي اجتمع مع الكابتن سيد عبد الحفيظ لترتيبات معسكر أسبانيا اللي الكابتن سيد مطمئن جدا من كل ترتيباته، وقال إنه هيكون له فايدة كبيرة ويحقق كل متطلبات الجهاز الفني في شهر يوليو اللي جاي. التمرين ماشي بشكل يومي سواء بتقسيمه بين اللعيبة أو بالتركيز على بعض المهام الخاصة للعيبة، وتنفيذ أيضا برامج بدنية للعيبة اللي كانت راجعة من الأجازات أو من الإصابات. رمضان صبحي وياسر إبراهيم وحسام عاشور وأجاييه بينفذوا برامجهم البدنية. ده كان كل حاجة عن الأهلي، لكن ما يخص صفقات الأهلي، ما يخص اهتمامات الناس اللي عايزة تقولها، عندك شكلك حاجة تقولها ولا لسه؟ شكلك أنت عندك حاجة تقولها. أنا ما عنديش. هو ما عندوش، لكن إن شاء الله يكون عنده، مش كده؟ ما عنديش حاجة أقولها. ما عندكش حاجة تقولها؟ يعني أنا ما قلتش، أنا ما عنديش حاجة. أنت بتقول لي عندك حاجة تقولها؟ لا ما عنديش حاجة أقولها. ما بقولش. بس عندك حاجة هتقولها. ما بقولش، أنا ما بقولش غير الحاجات لما تخلص ويصرح بالإعلان عنها. وإن غدا والكلام ده، كويس إنه بقوله على الهوا. لأن بيجي لي تليفونات من زملاء إعلاميين بحس إنهم زعلانين شوية أو محبطين شوية لأن أنا برد الرد ده. ما بتكلمش يا جماعة في تفاصيل شغلي. انتوا شوفوا شغلكم وانا اشوف شغلي، ما يصحش ان انا اتكلم في شغلي، فمش عايزهم يزعلوا. انا ما بقولش لابراهيم منيسي، كنت قلتها في برنامجين. فشغلنا يعني يقول لي بعد الفاصل هبقى اقول لكم بيني وبينكم بس، وده يتقال له حاجه ده والنبي. لكن اطمنوا، هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل رؤيه الخبير الكبير الكابتن فتحي نصير وايضا الكابتن احمد بلال في رؤيه تحليليه واعده جدا وراقبة وراصدة لكأس الأمم الأفريقية وما يجري فيها. فتحي نصير وأحمد بلال بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم من جديد، لأنه لا صوت يعلو على صوت الكيان، وأعتقد حضراتكم متابعين كل المباريات باهتمام شديد، بدأت الأمور تدخل في الجد بجد. عشان كده كان لابد أن احنا يتوفر لنا رؤية تحليلية متعمقة وأيضا رؤية خبيرة من قلب الملعب. معانا ومعاكم النهاردة الخبير الكروي الكبير الكابتن فتحي نصير. أهلا بك يا كابتن. كابتن إبراهيم، ومساء الخير، ومساء الخير لكابتن عادلي، وشرف ليا يعني أن أنا قاعد في وسط النجمين الكبار دول مع أحمد جوال كمان، يعني حاجة مشرفة. وايضا محللنا في قناه الاهلي واللي بتستمتعوا برؤياه زي ما استمتعتوا باهدافه لفترات طويله كابتن احمد بلال. اهلا بيك يا كابتن. استاذ ابراهيم اهلا بيك، طبعا اهلا بحضرتك، وسعيد ان انا موجود معاكم مع الباشمهندس عدلي. ده سعد لينا، وان شاء الله يبقى يعني لينا نبقى موفقين معاكم باذن الله. ان شاء الله. الكابتن فتحي نصير حافظه صم. صحيح. انا يعني اعمل فيه ماجستير. لكن انت بالنسبه لي في التحليل مفاجاه سعيده جدا. شكرا كابتن، ربنا يخليك. يعني من الناس اللي ليها فعلا رؤيه عميقه، ومن زوايا الواحد يعني واحنا بنتفرج بنفكر في منطقه، بلاقيك انت بتوسع لنا المناطق بتاعه التحليل، فاحنا مبسوطين بالخلطه اللي قدامنا. يعني هندي للناس جرعه حلوه قوي ان شاء الله يا رب. شكرا.
كابتن فتحي، كينيا متقدمه على تنزانيا لا زالت 3-2 دلوقتي، وده معناه ان كينيا يا كابتن احمد تقترب من انها تكون ثالث، ولو طلعت ثالث هي اقرب فرقه منتخب مصر بعد تاهله، ضمن التاهل امبارح، وان شاء الله في ماتش اوغندا ياكد احتلاله للمركز الاول يوم الاحد، وبالتالي هيلاعب احد التوالد في ثلاث مجموعات. تاهلنا في حال كينيا الطريق يبقى سالك سنه؟ يعني هيبقى سالك في دور ال 16. في دور ال 16 ايا كان، لان احنا ممكن كينيا او ممكن نروح الناحيه الثانيه شويه، جنوب افريقيا، المجموعه اللي بعديها جنوب افريقيا، او الناحيه الثانيه ممكن انجولا. دي يعني كلها التوالت المحتملين. المحتملين طبعا، لان هم لسه ما لعبوش، بس احنا بنتكلم اللي على الورق بالظبط، اللي هي المعلومات الرقميه المكتوبه بالمشاهده، لكن مش العمليه. وبالتالي احنا دور ال 16 ان شاء الله باذن الله هنتصدر المجموعه. احنا وصلنا لكن لم نتصدر، لان لو ما تصدرناش في خطوره. الخطوره ايه؟ برضو الساده المشاهدين يبقوا عارفين الخطوره، ان انت لو طلعت تاني هتلاعب اول الجزائر او السنغال، او المجموعه الثانيه، لا الجزائر او السنغال، واحنا شفنا الجزائر والسنغال النهارده. لا هي الجزائر، لان السنغال، الجزائر كسبت السنغال، ما نعرفش لهم ماتش ثالث، ما يعني لا لا الجزائر باللي شفته فريق صعب جدا انك تغلبه. الجزائر هيطلع اول وثاني. وهو طبعا احنا دايما نقول مش عشان بس الكره عاليه، واخدينها بجديه وضغط، يعني بيخنقوا الفرقه اللي قدامه، بتحس ان الفرقه عايزه تصرخ اللي قدامه. يبقى اذا في الحاله دي زي ما حضرتك تفضلت كابتن عدلي، ان لو الفرقتين كسبوا بنرجع للنقط، هنلاقي النقط قد بعض، بنرجع للواجهات المباشره، الجزائر هي اللي كسبانه بقت الجزائر الاول. يبقى في الحاله دي لا قدر الله لو طلعنا تاني، وان شاء الله هنطلع اول، لكن لو طلعنا تاني بس المشاهدين يكونوا عارفين، يبقى هتقابل الجزائر في دور 16 بدري. بدري قوي، لكن ان شاء الله الماتش اللي جاي مواجهه مؤجله يا كابتن. بص هي دور 16 تلعبها في الثمانيه، هي سكتك في الثمانيه. ايوه تقابلك في الثمانيه. هي بص هي في ايد منتخب مصر، يعني منتخب مصر هو الوحيد اللي ممكن يحدد وهيقابل مين، امكانياته وقدراته. احنا دايما احنا قلنا ان المباراه الاولى ما تقدرش انك تحكم على كل الفرق من كل الزوايا. المباراه الاولى مباراه افتتاحيه بالنسبه لك، لعيبه لسه ما دخلوش اجواء البطوله، وده وضع طبيعي جدا. عندك كمنتخب مصر، مش بقيه المنتخبات، عندك رهبه شديده او توتر او قلق شويه من الجمهور اللي موجود، ده وضع طبيعي جدا. فبالتالي الماتش الثاني بالنسبه لك هو ده المرايه بتاعه الناس كلها بالنسبه لك، او ده الحكم عليك كمنتخب، هل عندك امكانيات وتستطيع انك تكمل في البطوله؟ لان مش كل مباراه بالنسبه لك هتبقى المباراه الاولى، مش كل مباراه بالنسبه لك هتبقى مباراه القلق والتوتر والخوف والرهبه شويه من الجمهور وعدم الاستعداد الجيد او عدم الدخول في المباراه بشكل جيد. منتخبنا للماتش اللي فات الاداء انتهت المباراه، يعني فوز كينيا 3-2 خلاص، يبقى احنا كينيا كده بنتكلم ان هي خلاص 3 نقاط، والمباراه اللي جايه هنتفرج عليها بالظبط. ولكن عشان كده بقول لك ان المنتخب هو اللي بيدي يقرر الماتش اللي جاي هيلعب اوغندا باي طريقه وباي شكل. انا اتمنى بس ان المنتخب يبقى فيه تغييرات شويه، او فيه يعني في حاجه اسمها تاكتيكال فليكسبيليتي، يعني هو المرونه التكتيكيه. ده معناه انك مش في كل مباراه هتلعب بنفس الطريقه. يعني انا النهارده لعبت كينيا، لعبت الكونغو بطريقه لعب هي نفس الطريقه اللي لعبت بها زيمبابوي. المفترض ان دي تتغير مع اوغندا لو انا برضو عايز اكسب، لان انت بتلعب مستوى مختلف شويه، اوغندا مستوى مختلف شويه. المباراه اللي فاتت اوغندا تكسب يعني لولا اهدار بعض الفرص المحققه لفرقه اوغندا كانت المباراه تنتهي لصالح اوغندا، وضع طبيعي. فانت النهارده قدام محك انت كمنتخب مصر اللي هتقدر بنفسك يتعدي وتقول انا هلاعب مثلا للثالث الفرقه اللي بعديها، تمام، او ثالث مثلا هتلاعب كينيا او هتلاعب انجولا او هتلاعب جنوب افريقيا، او هتحط نفسك في مأزق كبير جدا وتلاعب فرقه من الفرق المصنفه، لان انت عندك 8 فرق مصنفين. انا عايز بس اقول الاضافه الثانيه، ان كل مباراه بتلعبها في الـ في الـ في الـ في الجروب ستيج دي او في المجموعات بتديك ثقه، بتديك دخول في اجواء البطوله. يعني في فرق ما بتدخلش بدري يا كابتن، يعني انت بتنضج مع الوقت. مع الوقت بالظبط، يعني كل مباراه في دوري المجموعات او في دور المجموعات بتديك ثقه زياده، بتديك دخول زياده. يعني ممكن تكون فرق زي الجزائر المباراه اللي فاتت، مش الجزائر النهارده، مختلفه تماما او مختلفه بشكل كبير. الجزائر المباراه اللي فاتت بتكسب
تمام، ولكن الاداء كان مختلف. النهارده الريتم مع المباراه عالي، مع السنغال لقينا ريتم مختلف، سرعه مختلفه، قتال مختلف تماما عن المباراه الاولى، مختلف تماما. عايزين نتوقف في الزمن ده. انا يعني انا شفت الضغط الفردي والثنائي والثلاثي في بعض المواقف، كان اللعيب ما فيش كره مشتركه ما كانتش لمصلحه اللعيبه الجزائريين، فهم فرقه مرهقه لاي، واخدينها جد من الدقيقه الاولى لحد نهايه المباراه. لو بالطريقه دي لا الجزائر هتتعب اي فرقه تقابلها يعني. اكيد ده وضع طبيعي، فعشان كده بقول لك انت واجسام قويه برضه يا كابتن، سرعه يا كابتن، قوة جدا. زي ما حضرتك بتقول الكرات المشتركة اللي هي خد بالك دي عامل مهم جدا في كل المباريات. انا النهارده الحاجات الانديفيدوال دي اللي بتديني يعني مين اللي هيبقى ليدنج في الماتش، مين اللي هيسيطر، ودي مين اللي عنده القوة. دي مشكلتنا احنا في الكرة المشتركة. هو ده بقى اللي انا بقصده يا كابتن فتحي. احنا شفنا الجزائر والسنغال صدام عنيف جدا، فيه قوة وفيه سرعة وفيه التحامات وفيه روح عالية جدا، ما شفناش ده في منتخب مصر رغم ان احنا بنلعب على ارضنا ومعانا كل الجماهير دي. بالمعايير دي في الماتشين ايه الفرق؟ الفرق هي كرة القدم الحديثة، عشان برضو الناس تكون عارفة، أساسا القوة والسرعة. تمام. أساسها في أوروبا القوة والسرعة، أمريكا اللاتينية قوة والسرعة، إفريقيا قوة والسرعة. طب فرقتين قد بعض أو اتنين لعيبة قوة وسرعة قد بعض، اللي يفرق بينهم إيه؟ المهارة. يبقى المهارة المغلفة بالقوة والسرعة هي اللي هتتفوق، لكن مهاره بس من غير قوه وسرعه مش هعمل حاجه. القوه والسرعه تكسب طبعا. فاحنا فرقتنا والالتزام، التزام الخططي بانك تنفذ، يعني اصل كلمه الالتزام دي يعني عايزين نديلها وقت ومساحه كويسه عندنا. مش هلتزم يا كابتن عادلي الا اذا كان عندي القوه والسرعه اللي هي بتمثل اساس اللياقه. ما عشان التزم التزم بالمراقبة، التزم بالضغط، دي عايزة لياقة، دي عايزة قوة، عايزة سرعة، إن أنا أرتد بسرعة، إن أنا كل يعني يبقى فيها السرعة كلمة، هي سرعة كلمة صغيرة لكن فيها معاني كتير قوي. سرعة تمرير، سرعة تسديد، سرعة حركة، سرعة ضغط، سرعة نط لفوق، سرعة الضغط على الخصم من قدام، سرعة الزحلقة، سرعات كتير. السرعة هي كلمة لكن لما نفصصها لازم أجي مع فرقتي أقولها مع منتخب مصر. أنا عندي مهارات، في مهارات، طيب هل في عندي قوة؟ مش كل اللعيبة. هل عندي سرعة؟ مش كل اللعيبة. إيه اللي مميز صلاح ومخليه أحسن لاعب في أوروبا؟ السرعة والقرار. السرعة عنده سرعة وأصبح قوي دلوقتي بالإضافة المهارة اللي عنده، فخلاص المثلث اكتمل. طالما المثلث اكتمل محدش هيقف قصاده، القوة والسرعة والمهارة الاتنين كله هيقدر ينفذ المهارة صح. المهارة لا تنفذ، يعني هو تأكيدا للكلام بتاع حضرتك، الجون اللي جابه الكابتن محمد صلاح هو مقرر هيجيبه ازاي. لأنه انت هو عادة بيروح واخد الناس على الشمال ولعبها في البعيد، صح. هو قرر انه هيمول المرة دي يلعبها، بس يفتح لنفسه المساحة يلعبها عكس عكس المهارة. يعني لأن دي يا باشمهندس لو حضرتك يعني ركزت في المباراه، اكتر من كوره يحاول صراحه ان يبقى في البعيده يلاقي الزاويه مقفوله، يلاقي المدافع ما عاملين حسابهم عليه يعني قافل الحته البعيده. وهو جون ولا اللي ضاع في جاب في بوش جاب وكان لعيبه في البعيده. الكره اللي قبليها برده لما المدافع عمل تاكينج راح برده كان مول على البعيد، فبالتالي هو غير من فكره في الحته دي. هي دي المهاره بالظبط، مهاره الفكر. ايوه مهاره اتخاذ القرار والسرعه في اتخاذ القرار، هي دي السرعه برضه. صح. سرعه اتخاذ انت عارف يا باشمهندس لو تاخر شويه الزاويه دي خلاص اتقفلت. فدي سرعه اتخاذ القرار، دي فيها دي الميزه. فدي بنرجع تاني يا احمد، ويمكن انت هتشعر بيها لانك انت كنت لاعب وكان عندك القوه وكان عندك السرعه، بس يمكن دلوقتي زادت قوي يعني الميزه دي او الظاهره دي بقت موجوده. لاعب بدون قوه لا يساوي شيء، لاعب بدون سرعه لا يساوي شيء. طيب. مهاره بس لا تساوي شيء، لابد ان يكتمل المثلث القوه والسرعه. كويس. زائد المهاره. قوه وسرعه يعني القدره، والقدره يعني السن. هل اعمارنا مناسبه للمعايير دي؟
انت جيت لظاهره خطيره ابراهيم كنا يعني عشان ايه لا يكلف الله نفسا الا وسعها ظاهره صحيه دي لا يعني ظاهره صحيه هل عندنا هذه القدره نقول اللي بيلعبوا في الملعب ايوه 24 فريق لعبوا بما فيهم منتخب مصر انا عملت احصائيه لل 24 فريق اللي بيلعبوا في اللي لعبوا في الدوره في الدوره في الدوره دي اللي لعبوا وهقص اكتر منتخب مصر منتخب مصر اخر حاجه مباراه لعبوها متوسط اعمارهم 29 سنه وشهر 29 وشهر طيب تقول لي ما احنا غيرنا ثلاثه في الشوط الثاني والتغيير ما اثرش في الفرقه كل الناس بتقول التغيير ما اثرش ليه ما اثرش لان لم الثلاثه اللي خرجوا ودخل ثلاثه تانيين بقى 29 سنه بس الشهر احنا عندنا وليد سليمان 34 عبد الله السعيد 32 عندنا مروان محسن 29 عندنا كوكا 23 فرقت عندنا هي فرقت الشهر ده اللي جابته على المتوسط لان احنا بنعمل متوسط على ال 11 تريزيجيه لما طلع ونزل بداله غزال فنفس السن فما فرقتش فاحنا متوسطنا 29 ده المتوسط الاكبر في الدوره الاكبر في بقيه الفرق اللي انا شايفها اللي انا يعني النهارده كان مين بيلعبوا باشمهندس بيقول دلوقتي بيقول ان الجزائر كانت النهارده القوه موجوده وهو الكلام ده ما هو مش نظر والكلام ده انا مش جايبه من يعني مش فاتح كتاب ولا ايه او احنا بنقوله اجتهادي او كلام في المطلق ده ارقام محطوطه واللعيبه موجوده متوسط اعمار الجزائر في الدوره 27 سنه و3 اشهر 27 سنه والسنغال 26 سنه فاذا هتلاقي فيه سرعات كتير لان السن صغير هتلاقي طبعا. فيه قوه كتير لان السن صغير واحنا الشوط الثاني ليه بنهبط لان السن الكبير برضه بيجي في الشوط الثاني مع الجو الحر اللي احنا فيه ده لابد ان يحصل الهبوط اللي احنا شاعرين بيه وما احناش عارفين السن كله بيقول السبب ايه فانا يعني لو تفضلتوا هضيف بس معلومه صغيره كده للسن ايه يعني نقولها هنا وكنت بتناقش فيها انا و كابتن احمد بلال طبعا من النماذج زي ما الباشمهندس بيتمنى له او بيتوقع له زي ما توقع للناس كتير فهو كنت دايما احب انا نتكلم معاه في الحاجات دي انا جبت كاس العالم 90 كانت في ايطاليا وشفت مين اللي كسب كاس العالم 90 كانت ايطاليا والارجنتين نهائي وايطاليا كسبت وكان متوسط اعمارها 27 سنه والارجنتين 27 طيب تقول لي اللي بعديها برازيل كسبت في سنه 94 في امريكا متوسط اعمارها كام 27 سنه كانت بتلعب ايطاليا متوسط اعمارها كام 27 سنه دي تدل لي على حاجه تانية فرنسا 98 متوسط عمرها كام 26 سنه و17 لعبه البرازيل 26 سنه و14 ليه البرازيل حافظت على نفسها لان حافظت على مستوى السن يعني لعبت بطوله 94 وخدت البطوله ب27 لما بعد اربع سنين بقت 26 سنه و14 وصلت نهائي برضه لكن ما خدتش اذا هذا السن مش هنمشي بقى على لعبه البطوله نيجي لاخر بطوله مثلا اللي قبليها نقول المانيا في 2014 26 سنه و17 والارجنتين 28 سنه عشان كده الالمانيا كسب اذا 26 سنه ل 27 سنه ونص هو احسن متوسط عمر اخر بطوله اخر بطوله عالم. بتاعت فرنسا بتاعت روسيا اللي هي فرنسا فرنسا اللي كسبت 26 سنه 8 اشهر اذا النموذجي من 26 ل 27 سنه ونص 26 و27 هم دول متوسط الاعمار اصغر من كده الخبره تقل اصغر من كده وبعد كده القدره تقل قوي اصغر من كده هتقل عشان كده انا بقول عندي نيجيريا ومالي وتونس متوسط اعمارهم 24 سنه ف 24 سنه مش هيوصلوا لعيبه فيه موجود والسن موجود فهنلاقي القوه موجوده والسرعه موجوده والمهاره موجوده والخبره مش هيقلوا الخبره مش موجوده عشان كده مش هيوصلوا بعيد فالسنتين دول يفرقوا
لكن لما توصل مالي وتونس و نيجيريا ومالي وتونس متوقع ان هم ما يكملوش لان دول 24 سنه سجل دي عندك سجل كل الكلام اللي انا بقوله ده لا اصل دي لو حصلت محالف بيك الملعب طيب الحاجه الثانيه بقى انا بقول السنغال 26 سهل عاك 26 كاميرون 26 مغرب 27 والجزائر 27 يعني اذا في الطريق احنا 29 واحنا بس احنا متوسط عمر متوسط عمر 23 لعيب 27 سنه و 18 ال 23 مش ال 11 اللي بيلعبوا انا يهمني اللي بيلعبوا اكيد صح مش يهمني ان واحد قاعد بره وما بيلعبش وسنه صغير هيصغر الفرقه هو مش هيصغر في الملعب خاصة اللي قاعدين بره مش ما عندهمش خبرات مش مستخدمين يعني كمان انت ما بتستخدمهمش الحاجة دي في عجالة هقول القصة دي سريعة كده برضو عشان تفتح ايه السن ده دولبسكي خد كاس أمم أوروبا بإسبانيا سنة 2008 وكان متوسط أعمار الفرقة 26 سنة و14 2008 راح في جنوب أفريقيا 2010 مفروض بعد سنتين وكان ايه فرقه اسبانيا يعني مكسره الدنيا وعاده كاس العالم ما هو الا فرق اوروبا يعني لما تقول بطوله اوروبا يعني زي البرازيل والارجنتين مش كده في حد تاني هم دول الارجنتين والبرازيل والبرازيل والارجنتين طيب اما راح هناك في جنوب افريقيا ال 26 سنه و14 دول بقوا كام سنه بعد سنتين 28 لا بقوا 26 سنه و13 حافظ عليه خد سبعه من كان سنتها اسبانيا خدت بطوله اوروبا تحت 23 سنه راح خد سبعه وكده راح راجع اسبانيا خد امم اوروبا 2012 دولبسكي هو نفس المدرب اصل انت هتقول لي وش معنى جبت المدرب ده ليه عشان اقول لكم ان القاعده دي صح او غلط هو نفس المدرب راح راجع في اسبانيا خد امم اوروبا 2012 بكام مفروض هناك خد كاس العالم في جنوب افريقيا وعندهم 26 سنه و14 رجع خد امم اوروبا وهو عنده 26 سنه و3 اشهر بعد سنتين فضل هكمل حضرتك بس النقطه دي هي دي المهمه بقى راح رايح البرازيل 2014 ما طلعش ولا اول ولا ثاني مجموعته يعني ما راحش ناحيه البطوله خالص متوسط اعمار الفرقه كام 28 سنه و15 ما غيرش فرح اذا ارتباط علمي يعني اذا ما انا جبت لك فرقه شفت هو مسكها طلع بيها عمل ايه وصل طيب اما اجيب البرازيل ايطاليا رحت جاي بقى فرنسا وايطاليا لما خد ايطاليا خد كاس العالم يوم الضربه الشهيره بتاعه زيدان كانت سنه كام 2006 2006 الاول والثاني ايوه متوسط عمار كام 27 سنه و27 سنه ونص اللي هو السن المزاجي تمام راحوا جنوب افريقيا ما طلعوش ولا اول ثاني الاثنين اللي وصلوا نهائي كاس عالم ما راحوش ولا اول ولا ثاني ولا اول ولا ثاني مجموعتهم وطلعوا بره طيب كان وصل متوسط عمرهم كام 29 سنه ونص هنا للموضوعيه بقى خفير اجيري انا طولت عليهم لا حلوه حلوه لا المعلومه دي حلوه بس انا عايز اضيف حاجه بس صغيره اللي بيتكلم عليه كابتن فتحي ده شيء مهم جدا في كره القدم يعني لان في الاول وفي الاخر هي اللياقه البدنيه اللي بتدي لك كل حاجه بالظبط هي اللي بتساعدك عشان كمان تظهر المهارات اللي موجوده بالظبط ولكن في سن وفي افريج للعمر ولكن في مهاره فنيه يعني طبعًا ما ينفعش ان احنا ايه نتجاهلها يعني هل المنتخب المصري عنده المهارات والقدرات الفنيه والامكانيات اللي تعوض الحته دي ولا ما عندوش عنده هل في دهن في العتاي ولا مفيش هي دي هل في دهن في العتاي ولا مفيش وهل طريقه اللعب اللي بيلعب بيها ما ممكن يكون عندي برضو الفرق الافريج في الاعمار عالي شويه ولكن برضو طريقه اللعب ليها يعني جزء كبير جدا مهم جدا 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 في تسيير الماتش حتى اللياقه البدنيه استنزاف اللياقه البدنيه انت للاسف الشديد المنتخب المصري بطريقه اللعب اللي بيلعب بيها عنده استنزاف للطاقات اللي موجوده في الملعب عشان كده احنا دايما بنشوف التغييرات عباره عن ايه يعني عايزين نركز عليها وتوضحها شويه بالظبط
لان انت عايز تقول لو في طريقه لعب ممكن ندخر المجهود، ممكن ندخر المجهود. عشان كده بقول لحضرتك بالظبط ان التغييرات بتاعت المنتخب المصري في كل مباراه بيطلع عبد الله السعيد، بيطلع تريزيجيه، بيطلع السنتر فورورد، الثلاثه اللي موجودين هناك مفيش اي تغيير. ليه؟ لان طريقه اللعب اللي بيلعب بيها مستر اجيري حتى اللي كان بيلعب بيها مستر كوبر نفس طريقه اللعب اللي هي السبيد اتاك او الكاونتر اتاك يا كابتن، اللي انت بتعتمد على ان الثلاثه او الاربعه اللي موجودين قدام هم دول اكتر ثلاثه او اربعه في الملعب ممكن يعملوا مجهود عالي جدا في الشورت سبرنت واللونج سبرنت. لان انت بتشتغل في 90 متر، 90 متر كتير جدا على لعيب بيلعب وينج زي تريزيجيه او زي صلاح او حتى زي مروان وعبد الله السعيد، الاربعه اللي موجودين قدام انك تشتغل بطول الملعب وعرض الملعب طول 90 دقيقه صعب عليك جدا، صعب جدا، هترهق اللعيبه بشكل كبير. عشان كده احنا دايما احنا بنحافظ اوقات كتيره جدا على الجزء الدفاعي، بنحافظ كتير. يعني احنا بص على منتخب مصر هتلاقي مثلا الفرص اللي عباره عن الهجمات المرتده السريعه اللي موجوده عليه او الاختراقات هتلاقيها قليله شويه. في كرات عرضيه عندنا فيها مشاكل وده جزء فني، خلينا نتكلم في الجزء البدني المرتبط باللياقه البدنيه. فتيجي في الحته اللي قدام مفيش للمنتخب المصري تواجد كبير جدا ابتداء من الدقيقه 70، لان خلاص الطاقات البدنيه اللي موجوده في الملعب استنزفت، لانك دايما بتلعب الكرات الطويله، دايما بتحاول تستغل السرعات اللي موجوده، دايما بتحاول تخلي اللعيبه اللي موجوده في الثلث الهجومي تاخد قرارك بقى بالظبط تشتغل تحافظ على تقدمك بالظبط بالشكل ده. لو لعبت بحته التحضير كده على فكره يا كابتن بلال قال لك الله وكوبر تاني جديد رجع للمنتخب في اخر نص ساعه بيتحول اجري الى كوبر صح مظبوط مظبوط. لانه خلاص انت وضحت استهلك بالزبط. الجزء اللي قداماني ده استهلك فما عندوش حل غير طالما ان انا متقدم احافظ على النتيجه خلاص بقى. ابتدي ارجع لورا بقى ابتدي احافظ على الهدف اللي انا سجلته وتسيب الملعب للناس وتسيب الملعب للفرقه الثانيه تشتغل فيها زي ما عايز. عشان كده هتبقى في مشكله بالنسبه لنا اتمنى نتلاشاها في المباراه اللي جايه. الفرق الصغيره يعني فرقه زي الكونغو مثلا تعتبر في كره القدم فرقه صغيره مش فرقه كبيره، المهارات العاليه مش موجوده قوي. يعني امبارح بتشوف حتى كان بيستلم بيشوط من نص ملعب بيشوط من طرف الملعب، فدي ده معناه ان الفكر اللي موجود عند اللعيبه مش فكر عالي، ده ما بيقدرش يستغل حته وقوع المنتخب المصري بدنيا بالقفله اللي انت فبيريحك انت بقى خلاص مع الفرقه الكبيره هتبقى صعب انك استنزفت بدنيا صحيح بشكل كبير هيضغط عليك لحد جوه هيضغط عليك لحد 18 بتاعك فتبتدي الاخطاء تظهر. هي ما ظهرتش في الماتشين اللي فاتوا عشان مستوى الفرق الضعيف اللي احنا بنلعبها، لكن ممكن تظهر فيما بعد. عشان كده انا بتمنى ان مستر اجيري في بعض الماتشات يشتغل بحته يستغل المهارات اللي موجوده عند اللعيبه، يبقى في الملعب كومباكت يبقى كومباكت بالظبط كده عشان تقدر تشتغل في مسافات صغيره في حتت صغيره عشان تقدر تخلي اللياقه البدنيه بتاعتك تستمر لاكبر وقت موجود. مش في كل مباراه هتفضل تطلع تريزيجيه وما تلاقيش بديل، تطلع مروان وما تلاقيش بديل، تطلع صلاح تسيبه في الملعب وهو مستنزف بدنيا وما تلاقيش بديل. لان انت في الاصل الموضوع كان المفترض وانت بتختار ال 23 لعيب طالما بتلعب بالشكل ده كل بديل كل لعيب موجود في الاساس يبقى واحد شبهه. يعني عندي كهربا رمضان صبحي كان المفترض واحد فيهم يكون موجود في الملعب النهارده عشان يبقى بديل لصلاح والناحيه الثانيه بديل لتريزيجيه. هي دي طريقه اللعب اللي المفترض بتبني عليها او بتختار عليها اللعيبه بتاعتك الاساسيه او الاحتياطيين كمان، لكن انت اخترت لعيبه مش شبه اللعيبه فبالتالي يتغير التكتيك بتاعك في الشوط الثاني تلعب بتكتيك مختلف قدرات مش متشابهه ده بالظبط. انا النهارده بعتمد على السرعات، ما ينفعش اطلع تريزيجيه كل مباراه واسيب الحته دي صحيح. لواحد بس فقط بيعرف يباصي لا انت كده عملت خلل كبير جدا، عملت خلل جوه التيم نفسه. ده كلام مهم جدا كابتن فتحي برضو للموضوعيه. اجري في البدايه لما جه كان عنده هدف معلن ان هو يبني فريق للمستقبل وقال ان هو مشى خطوات لغايه لما مصر خدت كاس الامم تنظمها هنا كانت اتحاد الكره قالوا لا كده الهدف اتغير، احنا مش بنتكلم على البناء على مدى اطول شويه، احنا في بطوله بعد 5 شهور عندنا والفوز بيها امر مهم جدا فبدا يستدعي الخبرات. هل ده كان مبرر لارتفاع معدل السن بالشكل ده؟ اصل مين الكبار اللي دخلوا واتكلمنا مين؟ عبد الله السعيد وادي سليمان وممكن بس اللعب واحمد علي احمد علي مروان معلش بس انا بقول لك اللعب وانا بقول لك لا اصل كابتن بلال ما هو كابتن بلال اثار نقطه مهمه طب انك انت اما بتطلع سرعات ما فيش الشبيه اللي ينزل يخليك تحافظ على ايقاعك شكلك وشكلك اللي يؤكد كلامكم او يؤكد كلام برضو بلال ان احنا لعبنا زيمبابوي ولعبنا الكونغو متوسط اعمار زيمبابوي 26 ومتوسط اعمار الكونغو اللي لعبناها
27 يعني اقل مننا، عشان كده في الاخر كانوا واقفين قصادنا في الشوط الثاني بيجروا اكتر. هي اصل ده مش عافيه، مش خناقه، ده علم. فلا نقول او لا، لا مش بمزاجنا، ده السن كده وده هو كده. الفكر في ايه بقى؟ ان اضم صوتي، وده اكيد ان احنا لما مش نضم يعني، اذا كنا بنتفق في الصح، ان لازم اللعبه دي يلعب باسلوب ان تقرب من بعض، ما يعتمدش على الحاجات الطويله، هي اللي تتحرك افضل، ما يعتمدش على الحاجات الصح، ما يعتمدش على الحاجات الطويله اللي هي تتلعب وترهق اللاعبين، لانك انت بتفتح الملعب، بدل ما افتح الملعب ل 90 اخد الملعب ده كله، وتبدا نص الملعب ده بيفضى في بعض الفترات لان المسافات بتكون بعيده. الاثنين مثلا عندي النني وطارق بيجوا ضامين مع الاثنين اللي ورا، وبص الاقي الاربعه اللي قدامه كده بقينا بقى زي الكره الطايره قاعدين بنلعب بعض ليه؟ فاذا لازم نلم على بعض عشان ما نستنفذش الطاقه بتاعتنا. وعاده في العالم كله معروف ان الفرقه اللي معاها الكوره هي الفرقه اللي بتحتفظ بلاقتها، لان انت طول ما معكش الكوره انت هتتعب، وطول ما انت ما معكش الكوره انت في خطر، مش انا اللي في خطر، لان الجول بيجي بكره واحده، احنا بنعمل العكس يا كابتن، واحنا بنلعب بكره واحده طول ما الكره معانا. احنا كان عندنا الماتش امبارح كميه ميس باس مش ما بقتش مصدق، لان دايما يا كابتن بتلعب طولي، مش قريبين من بعض، ما لازم نقرب عشان دقة التمرير تبان، ودقة الاستلام تبان، والتحرك يبدأ يبان. يا ماشي بالكورة مش بس بلعب طولي، صح كان المشي بالكورة كتير شوية، وانت بتجري لانك مساحات كبيرة كده، مساحات حركة كبيرة. كابتن عدلي حضرتك، انت لما اللاعب بيجري بالكورة ليه؟ بيجري لانه مش لاقي حد يديله، ما هو لو اداله هيلعب له ويجري بدون كورة. عادة اللاعب اللي بيجري بالكورة احسن، كل ما كان في فرقة بتلعب لعيبة، الاهم لاعب هو اللاعب بدون كورة، مش اللي معاه الكورة، مع كرة هيلعبها وخلاص هيخلص. اللي ما معهوش كورة هو ما فيش لعيبة تانية، اللعيبة دي كلها مستخبية أو واقفين على خط واحد أو بيلعبوا كده أو في زحمة أو في زحمة. فإحنا مفروض إن إحنا يعني نلم بعض، طالما هو اللي اختار خلاص اختار الطريقة دي، أنا أشك إنه غير في طريقة لعب، ما لا يمكن تغير طريقة لعب في بتاع. وبعدين هو بيعاني دلوقتي من إهدار الفرص أمام المرمى، دي بتذكرني بالنادي الأهلي. إحنا النادي الأهلي بتقعد تهاجم طول الماتش وبتضيع، هي دي سمة الكرة المصرية. الكرة المصرية حتى اللعيبة المحترفين جم كده دلوقتي باستثناء صلاح وتريزيجيه، اللعيبة ايه؟ اهدار الفرص امام المرمى، دي موجودة في مصر، واللعيبة دولت مصريين مش لعيبة اجانب. فاذا اللعيب ده عيب هنا عندنا صنع في مصر. فطالما انت عندك هذه المشكلة كانت مفروض كابتن فتحي نحسها من بدري. هو شوف اهدار الفرص، انا شايف ان كل فرقة بتهدر فرص غريبة كمان. يعني امبارح اتفرجت على ماتش انا مش مصدق، الفرقتين ضيعوا فرص عجيبه جدا، الجون فاضي بتتحط الكره في العارضه، اوغندا وزيمبابوي، اوغندا الفرصه بتاعت اوغندا اللي على خط ال 18 وكره في العارضه وجون فاضي، هو جون بقى وراه ومره ثانيه الجون وقعت من ايده، الكره زقها حتى شكينا وطلعها من جوه اللي عمل ايه. يعني مش هتتصلح يا كابتن عدلي في يومين، ما تقدرش تصلح مهارة لاعب في إحراز هدف في يومين بين الماتشات. شغل بين البطولات عموما للمدربين بين الماتش والماتش، لا يمكن أنا حاجة أعلم بلال إزاي يتحرك، ده أنا بحضره. طب كلام ده الكلام ده بقى إحنا اتكلمنا كده في عموميات. آه. ما هو إحنا لازم نقول طب وبعدين إحنا وصلنا، إحنا الماتش الجاي هنلعب الكونغو. صح. هنلعب أوغندا. أوغندا. هنلعب أوغندا. هنلعب أوغندا. عندها جول كويس قوي، احسن جول في في افريقيا. يعني من الاجوال الكويسه. طبعا انت اوغندا دي ليك معاها يعني حوادث ومتعبه. فريق متعب. فريق متعب فعلا. ولازم تكسب او تتعادل، المهم ما تخسرش. ايوه المهم ما تخسرش عشان تبقى اول مجموعتك وتتفادى انك انت تصطدم بحد من الفرق المرشح المصنف جامد. يعني ولو انك هتقابلهم بتستعجلش يعني. يعني انت هتقابلهم ان كانش في ال 16 هيبقى في ال 8. صح. ان شاء الله يعني. انما بالطريقه اللي احنا بنتكلم بيها دي، ايه اللي يعوض بخلاف طريقه اللعب؟ ما هو مش هيقدر يغير. حتى الأسماء اللي موجودة معاه مش هتسمح له بالتغيير، تغيير الطريقة. هو خلاص
ما عندوش البدائل اللي بره تدينه نفس الكواليتي ونفس السمت بتاع اللعيب اللي بيخرجه صح. الا شويه وهو ما بيعملش كده. عبد الله السعيد ووليد سليمان يعني اللي فيه قريبين من بعض شوية. المهاره صح. والشوتينج وال كان وليد عنده سرعه شويه كمان يعني. انما هو ما بيعملش كده. هو بياخد وليد بيحطه على الحرف وبيدخل لك صلاح فرود. احسن حاجه زي ما بلال بيقول ان احنا الفرقه كلها دي لازم يبقى فيها بلاش الطويل اتلم على بعض. وفي حاجات مهمه جدا اللي هي الضربات الثابته اللي عند ايه. الضربات الثابته الضربات الركنيه لازم نمر عليها كتير قوي. الضربات الركنيه مهمه جدا وسلاح فوز بطولات. ان ممكن تكسب بطوله بضربه ركنيه. الله اوغندا كسبت اول مباراه بضربه ركنيه وضربه حره مباشره الاثنين هيدرز جول خلاص خلص الماتش. احنا الجول الاولاني جه ازاي؟ ما هو من ضربه ركنيه. والجول الثاني ما هو خلاص الضربات الثابته اللي حوالين البوكس ومنها الضربات الركنيه. وعندنا اللي بيشوط يعني دي عندنا اللي يقدر يرفعها وعندنا اللي يشوط. عندنا اللي بيشوط اللي يشوطها مباشره يعني سواء عبد الله او صلاح او وليد عندهم القدره لاحراز اهداف مباشره من الكور دي. اذا لازم يبقى في تركيز في الناحيه دي. انت بتتكلم بقى على الكوره الثابته. الكوره الثابته اللي خارج المنطقه زائد الضربات الركنيه. احنا جالنا في اول مباراه 7 ضربات ركنيه. من السبع ضربات ركنيه ما جبناش ولا جول. اول مباراه 7 ضربات ركنيه على الاقل اجيب جول لان عندي اطوال يعني عندي حجازي طويل بيقدر يلعب بدماغه كويس قوي. بس هو كمان عندنا سوء بخت في اصابه حجازي لان انا لاحظت حتى يمكن في الشوط الثاني بدا ينسى. دي حقيقة. يعني ابتدى يبان في الكرات العاليه صح. انما هما كان خايف انه يطلع وده احساس داخلي غصب عن امبارح كان افضل بكتير جدا. امبارح كانت مباراه من المباريات الجيده بتاعته يعني. طيب كابتن احمد بالتخصص بقى واضح جدا ان احنا عندنا مشكله في راس الحرب. دي حقيقة. وللمباراه الثانيه الخواجه بيغير راس الحرب اللي موجود. مره ينزل امبارح نزل كوكا وقبل كده دخل صلاح وكلها حلول بتعكس ازمه حقيقيه في مركز السنتر فيرود. وانت راجل واحد من رؤوس الحربة الكبار ايه المشكله يعني؟ مروان معذور لانه لما بص على الارقام بتاعه المباراه الاقي ما راحتلوش واحده، ما حدش بصاله، لا في كره عرضيه اتعملت له ولا حد من العمق لعبه وفي الاخر بيطلع. دي حقيقه. بص احنا عندنا مشكله من زمان يعني. يعني ما ينفعش يبقى منتخب مصر بيلعب 3 بطولات والفرود اللي موجود ما بيسجلش اهداف. ما ينفعش. بطوله افريقيا اللي فاتت، بطوله كاس العالم اللي فاتت، وايضا البطوله الافريقيه اللي موجوده في الوقت الحالي، انت السنتر فورورد ما بيسجلش اهداف. ده له حاجتين مهمين جدا. الحاله الاولى دايما لما بتلعب براس حربه صريح لو ما عندوش السرعات الفائقه اللي انت بتقدر اللي بيقدر يشتغل عليها في الكاونتر اتاك يبقى لازم يكون عنده الامدادات أو التعاون. يعني انت بالزبط. بتشتغل كرات عرضيه، بتعمل عندك لعيب بلاي ميكر بيعمل الثرو باس بشكل جيد جدا، والحتتين دول برده مش موجودين. فانت النهارده عشان تقدر تحاسب راس الحربه اللي موجود داخل الملعب لازم الامداد والتمويل بالظبط إيه؟ لازم تديل يعني. احنا كمنتخب مصر عشان كده بقول لك احنا الطريقه بتاعتنا غريبه شويه يعني، مش مفهومه حتى بالنسبه للاعبين اللي موجودين في الملعب يعني. مش يعني ده مش تقطيع في المنتخب ولا حاجه، بس احنا بنتكلم في واقع حاصل يعني. انا بلعب بفرد واحد هو الامكانيات اللي موجوده عنده انه بيجيد التحرك العرضي داخل ال 18 عشان اقدر استغله بشكل جيد يبقى لازم تشتغل من الكرات العرضيه سواء ناحيه اليمين او ناحيه الشمال. النهارده بنتكلم في منتخب مصر في المباراتين اللي فاتوا يمكن كروس او اثنين من ناحيه اليمين وواحد من ناحيه الشمال في مباراتين في بطوله افريقيا. اذا الفرد اللي موجود بالنسبه لك اللي انت كمدرب اخترته وعارف امكانياته من الصعب عليه ان هتلاقيه بيسجل اهداف. ده وضع طبيعي طبعا. الشغل الثاني، الحاجه الثانيه اللي تقدر تسجل منها اهداف هي الشغل التعاون اللي ما بينه وما بين البلاي ميكرز اللي موجودين في الملعب، الاثنين اللي على الطرف وعبد الله السعيد اللي هو البلاي ميكر بتاع الفرقه وصانع الالعاب بتاع الفرقه. انا شايف ان المباراتين اللي فاتوا ما فيش اي كونتاكت ما بين عبد الله السعيد وما بين مروان محسن يقدروا يشتغلوا الشغل. ما هو دايماً واحد كاتب يا كابتن بلال من الجمهور قال لك في وجود تريزيجيه وصلاح ما تسالش عن راس حربه يجيب جول. مش مروان، اي فرد يجيب جول. ده اللي انا بقول، لان التفكير المنطقي على طول الكابتن عبد الله وحتى تريزيجيه بيدور على صلاح بالظبط
وتاني وتاني اختيار كده بنظلم الفيرويد. عشان كده انا بقول لك انت هتقيمه على الجول ازاي؟ هتقيم مروان على الجول ازاي؟ الطبيعي جدا هم اتنين سيناريو ما فيش غيرهم لما بتلعب بواحد عنده امكانيات مروان، تمام؟ انك يا تدي له كرات يا تلعب كرات عرضيه على طول، يبقى الباكين شغالين بتوعك، باكين الطرف شغالين، يا اما البلاي ميكر هو ده اللي بيشتغل معاه، يا دبل باس يا ثرو باس. احنا ما شفناش من عبد الله السعيد المباراه اللي فاتت ولا اللي قبلها، يمكن انا حتى كمان كان ليا يعني تعليق على عبد الله المباراه اللي قبل اللي فاتت مش اللي فاتت دي، ان عبد الله السعيد بيلعب بزاويه في الملعب، يعني اتجاه صلاح دايما اتجاه صلاح، يعني 90% من الكرات اللي استلمها عبد الله السعيد هي الرؤيه والنظر لمحمد صلاح. عشان كده ما شفناش تريزيجيه في اوقات كتيره جدا، كان يبقى لعيب فاضي، المسافات بالنسبه له رائعه جدا، تمام، البوزيشنز اللي اخذها في الملعب رائعه جدا، ومع ذلك عبد الله السعيد اتجاهاته كلها ناحيه محمد صلاح. دي برضو بتبقى يعني مش عايز اقول حاجه خطا من عبد الله السعيد، ولكن انت كمدير فني لابد انك تعالج الحته يعني. دي انت بتلعب بلاي ميكر لكل الفرقه، مش بالزبط. بس مش يعني طبعا محمد يعني لعيب كبير جدا، لا ما انا بهلكه كمان، لكن انت كمان لما تشتغل عليه كل كوره خلاص انت كسفت الشغل كله عليه، هو عليه كل كوره مش هتلاقيه بعد كده. والراجل الفيرود انت مدخله بالفان اي دي، خد يعني خد بقى يا زهرايمه يا باشمهندس، انت محمد صلاح الشوط الثاني في زيمبابوي مش موجود بسبب ان كل الكرات اللي بتشتغل عليها عبد الله السعيد كلها اتجاه محمد صلاح، كل الكرات بتنني محمد صلاح، فانت خلاص ده وضع طبيعي هيرهق. النهارده هو موجود في ليفربول طول ال 90 دقيقه، لان ساديو ماني بيشتغل شويه، فيرمينيو بيشتغل شويه، صلاح بيشتغل شويه، ففي تنوع في الهجمات، هو كمان حتى بدنيا بتقدر تعمل مش في افضل حالات بالظبط، في اجازه وراجع ولسه، فمروان مش هتقدر تحكم عليه وتقول انه انت اشتغلت عليه ازاي. بس انا بقى هتقمص دور المدير الفني او الناس اللي هي تقول لك، وانا مش مشكلتي ان مروان يتالق، انا ماليش دعوه، انا مشكلتي ان استفيد من ابرع الناس اللي عندي. مظبوط. واذا كان مروان كل دوره انه هيسمح لهم بالفرصه دي، وان هيهيئ لهم ان هم اللي يخشوا ويسجلوا، يبقى عمل اللي عليه. حلو، ده ممكن يبقى تفكير. لا ده تفكير مع انا اسف مع الفرق الضعيفه، فرقه زي الكونغو، فرقه زي زيمبابوي اللي لعبناهم، لان خد بالك الفرقه دي فرقه ضعيفه، الامكانيات نفسها والقدرات، سواء كانت القدرات الفنيه المهاريه او القدرات البدنيه، تمام، او حتى التركيز داخل الملعب بيبقى قليل شويه، او الفكر الخططي حتى، بس او الفكر الخططي يا كابتن مظبوط، فده قليل شويه، فتقدر تشتغل الحته دي. يعني مثلا هدف زي بتاعه تريزيجيه ده ممكن يحصل بس مع الفرق الصغيره، مع المهاره الكبيره طبعا لتريزيجيه والسرعه اللي موجوده، لكن الفرق الكبيره استحاله واحد يمسك الكره من 18 ويرقص ويروح ويعدي ويعمل وصلاح يروح انفراد ويلعبها له، وكمان السنتر باك اللي موجود بيراقب صلاح سايبه بينه وبينه 20 متر وهو عارف مدى قيمه السرعات اللي موجوده عند محمد صلاح. فدي تحصل في فرق صغيره مع الامكانيات طبعا، مع الاحتفاظ بامكانيات تريزيجيه طبعا والقدرات المهاريه والسرعات العاليه، لكن في فرقه صغيره اللعبه دي ممكن تتكرر مره واثنين وثلاثه، لكن مع فرقه بتضغط في نص ملعب، فرقه عندها امكانيات، عندها السنتر باكس بتوعهم على مستوى عالي وعندهم قوه وسرعه، اعتقد هتبقى صعبه يا كابتن تحصل لعبه زي دي، تتكرر لعبه زي دي. فبالتالي هي باينه زي ما قلت ان هو تريزيجيه بيجري، ده جالي مثلا من 18 قطع الكوره وبيجري في مساحه فاضيه، اذا واضح لكل الناس الراجل اللي ماسك صلاح اثنين ما هو عارف ان هيلعب له ولعب له الكوره المفروض. بس خلي بالك دي كانت هجمه مرتده، ما لحقش بوزيشن يعمل فيه حاجه. لا بس هو جري بيها كتير يا جماعه، هو 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 تريزيجيه جري بالكوره مسافه كبيره قبل ما يعمل الباس. تمام، ده معناه ايه؟ ان خلاص اصبح عند السنتر باكس فرصه، الاثنين المساكين فرصه انه يعدلوا من اوضاعهم داخل الملعب. صحيح، يا اما يلعب على تسلل ويحط صلاح في وضع يعني يبقى فيه متسلل، يقف يا اما بالظبط يقف، يا اما خلاص يبقى انت بتلعب مان تو مان مراقب ليه، ما تديلوش المساحه الكبيره. اضافه كابتن، اضافه ان اللاعب اللي بيجري بكره واللاعب بدون كره، اللي بدون كره اسرع. فتريزيجيه لما هو اصله شاف ان تريزيجيه لا يعني منطلق، يعني هو لو حضا على صلاح ممكن يخترق. ما هو يعني يا كابتن خلينا من دي، هو بس انا عاجبني يعني عاجبني فكره ان دي مش هتلاقيها مع فرقه منضبطه تكتيكيا. لا ونقطه مع الجزائر صعبه جدا استحاله. ما هي نقطه مهمه عشان ناكد، انا لما بجري بكره لو جريت متر اللي بيجري بدون كره بيجري 2 متر. صحيح، يعني انا معايا كوره، اذا اللي هو هجمه مرتده، لكن اللي بيجري بدون كوره مع صلاح بيجري بدون كوره، فاكيد هيعوض ويقدر يغطي. انا بقول ان الكوره اتلعبت لصلاح، ما حدش ضغط عليه، مهاره من صلاح لكن هو كمان الاثنين. احنا بنقول للمدافع لما تكون الكوره جايه للمهاجم يعمل ايه؟ اول حاجه حاول تاخد الكوره من قدامه،
معاه، لو ما فيش خدها وفي لحظة استلامه، لو ما فيش وهو بيستلم ما تخليهوش يلف. كل الحاجات دي ما عملوهاش ليه؟ لان زي ما بقول بقى ان الفكر الخططي عند اللعيبه دي من ناحيه دفاعيه قليل. فطبعا على فكره الجون ده استغرق 20 ثانيه بالظبط من اول ما تريزيجيه استخلص وراح ولعبها لصلاح، وصلاح سجل 20 ثانيه نموذج للهدف. يعني طبعا اللي فيه سرعه يعني عاليه جدا زي ما كان. وبعدين عاده المرتد بيكون من نص الملعب، لكن احنا واخدينها من عند نص ملعبنا، سنت ملعبنا. عموما هي ملاحظات فنيه مهمه جدا ومستمتعين بيها. لكن ماذا عن اخطر ازمه ممكن تواجه فرقه؟ بعد الفاصل. وعودة. قبل ما نخش في الشق الاداري والشق اللي هو المعنوي والنفسي واللي هو ممكن بنأمل أن يعوض لنا بعض الحاجات اللي اتكلمنا فيها، فارق متوسط الأعمار، ثبات التشكيل، عدم وجود البديل اللي بيشابه التغيير بتاعي، عايزين نشوف الأول أدائنا إيجابياته وسلبياته. لأن يعني مثلا أنا كان عجبني تحليل كابتن عماد متعب قبل الماتش، قال قبل الماتشين امبارح، قال ان احنا مشكلتنا من وجهة نظره ان الفرقة يعني منفصلة، كتلة هجومية وكتلة دفاعية، والاتنين بينهم فجوة. ورغم كده نبص نلاقي ان اللي بيشد انتباهك لعيبة خط الوسط بتاعتنا اللي هي في تناقض هنا. يعني انا شفت الجزائر النهاردة عندهم ثلاثة في خط الوسط حاجة ما بيضلموه على أي حد. صح. إحنا العبء تقريبا يكاد يكون ما بتشعرش غير بطارق حامد. وطارق حامد تشعر بيه في إنه إيه يعني الروح العالية والجامدة، إنما فيش مش 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 بناء، مفيش بناء يعني. بص حضرتك في اي نعم السبيريت اللي هي الروح العاليه دي مطلوبه في كل المنتخبات، يعني الشخصيه اللي هي بتدافع كويس وبتعمل تاكلينج دي مطلوبه جدا. ولكن خلينا نتكلم في الادوار المهمه بتاعت كل فريق. كل لعيب في الملعب له مهمتين، مهام دفاعيه ومهام هجوميه. المهام الدفاعيه بتختلف على حسب، والهجوميه بتختلف على حسب البوزيشن بتاع اللعيب اللي موجود في الملعب، سواء كان باك او نص ملعب او بلاي ميكر او حتى سنتر فورورد، تختلف النسب يعني. لعيب نص ملعب الطبيعي جدا لان هو اسمه ميد فيلدر، يعني بيلعب وسط الملعب، يبقى 50% دفاعي و50% هجوم عشان يبقى المنظومه او التاكتيك مظبوط اللي بتشتغل عليه كمدير فني. النهارده عندنا الاثنين الموجودين في نص ملعب دول بمثابه السنتر باكس، بمثابه الاثنين المساكين المتقدمين شويه، سواء اذا كان طارق حامد او اذا كان أو ده بالنسبه لطريقتنا. انا بتكلم بالطريقه بتاعتنا احنا. حولناهم ان هم من 50 و50 بقى كانهم سنتر باك قدام سنتر باك، يعني 90% دفاع و10% هجوم. عشان كده انت دايما بتلاقي ان منتخب مصر في المباراتين حته بناء الهجمه، بناء الهجمات سيء جدا، ما بتبنيش هجمه، ما بتقدرش تبني هجمه، دايما كرات طويله ما بتبنيش هجمه يا كابتن. تمام. الباصات البوزيتيف بتاعت الاثنين الموجودين سواء كان طارق حامد او النني مش موجوده، الايجابيه المؤثره بناء الهجمات المؤثرة على صلاح وتريزيجيه. بالظبط. انت بتلعب كرات، انت عامل ازاي بالظبط يا كابتن؟ انت الاثنين الموجودين في الملعب دول كانك بتلعب اربعه سرد باكات، اربعه مساكين، تمام، واثنين باكين وعبد الله السعيد والثلاثه اللي موجودين قدام. ليه؟ لان انت بطبيعه الحال اكتر اثنين المفترض ان هم بيشاركوا في بناء الهجمات هو واحد من الاثنين اللي موجودين في نص الملعب، سواء كان طارق حامد او النني، هما اللي بيشارك في بناء الهجمات. واحد بيشارك واحد بيعمل الحته الدفاعيه، يعني دايما بتلعب اثنين من ستايل مختلف. طارق حامد والنني نفس الستايل في اللعب، نفس المهام اللي بيطلبها المدير الفني. بس احنا بقالنا مده بيهم. انت بتعمل ايه يا كابتن؟ معلش انا اسف، انت بتاخر طارق حامد وهو اللي بيمسك السنتر فيرود بتاع الفرقه الثانيه. يعني انا دي برضو حاجه من الحاجات الغريبه جدا اللي انا شفتها في منتخب مصر. صحيح. اللي بيمسك السنتر فيرود بتاع الفرقه الثانيه هو طارق حامد او النني. تمام. وبالتالي انت بتلعب اثنين ليبرو، يعني حجازي بالزبط. ومحمود علاء دول الليبرو بتوعك، واثنين المساكين هم طارق حامد والنني. عشان كده انت منتخب مصر لما بيمسك الكوره او لما بيقطع الكوره
بتلاقي نص ملعب دايما فاضي. عشان كده الكرات الطويله او الكرات الكره الثانيه اللي بتجي لك من المدافعين بتوعنا دايما لمصلحه الفريق حتى ولو كانت صغيره. زيمبابوي كل كره بتلعبها طويله بتروح لنص ملعب زيمبابوي لان الحته دي مش موجود فيها لعيب وبترد فاضي فرق. خالص تمام خصوصا في الشوط الثاني حلو جدا انك يبقى عندك روح قتاليه عاليه لكن الافضل من كده توظيفها انك توظف الامكانيات دي وانك تقدر تساعد الفرقه ان هي تقدر تكسب. هل منتخب مصر هو ده السؤال هل منتخب مصر بيلعب على بطوله ولا منتخب بيأدي اداء مشرف؟ هي دي الفرق ما بين الفرقه الكبيره والفرقه الصغيره. الفرقه الكبيره لعيبه نص ملعب هم اساس الهجمات اساس بناء الهجمات. الفرقه الكبيره عاوز تاخد بطوله. الفرقه كابتن الصغيره كابتن طارق دياب انت عارف قال ايه مين كابتن طارق دياب اتفضل لا ما سمعتوش بس انا انتقد خط النص بتاع مصر قال انا ما يعني في كل موجود. البطولات اللي فاتت كان ميزه مصر خط وسطها دايما. بص يا كابتن يعني انت بص طارق حامد والنني كام باس افكتيف مؤثر كام شوط على الجول اتنين بيلعبوا في نص ملعب كام ثرو باس اتعمل في الملعب ولا واحد ولا شوط. انت قلت كلمه بس نبهتنا دلوقتي اتفضل ان 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 هما بيلعبوا دور الاثنين السوبر الاثنين المساكين. انت طارق حامد بيقطع من قدام حجازي ومن قدام محمود علاء طب عشان كده لما بتتقطع لما طارق حامد بيقطع الكوره مفيش حد قدامه هيلعبها ده دور على هو بالظبط يا كابتن. فانت بتشتغل على الكرات الطويله بيتظلم فيها دي قوته كمان بتضيع يعني هو انت زي ما بتقول القوه والحماس والعنف ان هو يستخلص الكره من الخصم بيستخلصها دي خدت منه مجهود عشان يبني ما بيلاقيش فاضطر يعمل ايه عشان ياخد نفسه يجي لعبها طويل. اكمل هكمل لحضرتك يا كابتن. الفرق الكبيره اللي بتلعب على الاندايركت اتاك يعني اللي هو الاستحواذ دايما بص كده على الفرقه اللي بتحاول اللي بتجيب بطولات. حتى منتخب مصر كمان لما كان بيسجل ويجيب بطولات عام شوقي لما كان بيزيد ويسجل اهداف حتى في البرازيل والفرقه الكبيره النادي الاهلي لما كان الميد فيلدرز بتوعه بيسجلوا اهداف في كل الاوقات. انت دايما الاثنين بتوع القلب دول مش المهام الرئيسيه بتعاودهم انك تشتغل 80 90% دفاعي. انت المهام الرئيسيه انك تشتغل 50% دفاع و50% في الناحيه الهجوميه. حتى الاثنين لازم يختلفوا عن بعض الفرقه الوحيده قدرات الاثنين لازم يختلفوا الامكانيات لازم تكون مختلفه طبعاً. عشان كده انا كنت من مؤيدين ان واحد زي السوليه يكون موجود في نص ملعب بالظبط امكانيات مختلفه لعيب محوري بيلعب عنده حته الحته الهجوميه موجوده يبقى عملت بالانس في الحته دي. لكن كون جزء من حسام غالي جزء من حسام غالي لكن كون انك تشتغل باثنين ميدفيلدرز كل المهام بتاعتهم مهام دفاعيه انت بتقلل حتى من سيرد باكين. خد بالك كابتن في كل الهجمات اللي فيها منتخب مصر دايما الزياده العدديه للفرقه الضد دايما ليه لان مفيش تكمله في النواحي الهجوميه من الاثنين الميدفيلدر بتوعك. الاثنين دول موجودين دايما في قلب الملعب عشان كده في شوتنج حتى من بره 18 هو مش موجود. هم دول الاثنين المفترض ان هم في الهجمات بتاعتك يبقى دول طب ممكن تداركها احنا كل اللي يهمنا انا هقول لحضرتك بقى يعني انا عندي يعني هل دونجا بديل عندي اقتراح يعني مش يعني فكره انك انت لازم تغير ستايل لعبك في الملعب او طريقه لعبك في الملعب لازم تغيرها طالما انت بتشتغل ان الميدفيلدرز بتوعك دول هم المهام فقط دفاعيه فانت ممكن تغير طريقه اللعب ل 4 3 3 بحيث انك ما تديش فرصه للثلاثه اللي موجودين قدام ان حد فيهم ينزل يعمل عمليه المساعده الدفاعيه فبالتالي استنزاف الطاقه والقوه البدنيه واللياقه البدنيه عند الثلاثه اللي موجودين قدام ممكن يكون اقل بكتير من الحته دي لان انت بتضطر مع الاثنين الميد فيلدر الموجودين عندك اللي هم مهام دفاعيه فقط لا غير انك بترجع الاثنين صلاح وبترجع تريزيجيه يقوموا بالحته الدفاعيه. اما انا بقول هم اللي بقى بيبنوا الهجمات هم خلاص ما هو خلاص وبيبنوا مين لنفسهم يعني المفروض ان هم حتى لو قلنا هنغير طريقه اللعب ونلعب 4 3 3 هل الثالث في نص الملعب ده نبيل دونجا مثلا يعني ما هو في النهايه تغيير التشكيلات ما احنا كده هنغير من سيستم اللعب بتاعنا احنا بنلعب 4 2 3 3 اصلا هنلعب 4 3 3 هتلعب 4 3 3 يبقى عندك الثلاثه الميد فيلدرز بتوعك هم دول اللي عندهم ثبات في نص ملعب دلوقتي النني وطارق حامد ربنا كتبهم عليك ما عندكش حد غير دونجا انت ما عندكش الا دونجا انت ما عندكش حد ثالث فبالتالي هتلعب بدونجا واستغنيت عن عبد الله او عن ما خلاص هتستغنى لا بس امبارح مثلا حصل تغيير يعني هو انا توقعت دونجا هينزل مكان لما طلع تريزيجيه تمام تصورت دونجا اللي هينزل عشان يقفل نص ملعب زي ما عمل الماتش الاولاني نازل علي غزال ودي كانت بالنسبه لي مفاجاه لان انا حتى علي غزال مش بعيد اختيار انت اختيار مش يعني في الاول خالص اما لا مش بقول ثلاثه
لان انت خلاص افتقدت دور البلاي ميكر في الملعب، خلاص ما عندكش، انت مش موجوده، الحته دي مش موجوده عندك كفرقه. يعني عبد الله السعيد الدور بتاعه مش واضح داخل الملعب، حتى الدور الدفاعي كمان مش واضح داخل الملعب، لا عنده دور هجومي واضح ولا دور دفاعي واضح. فبالتالي انت كل اعتمادك بنفس طريقه اللعبه دي انك تلعب كرات طويله سريعه فقط لا غير، انت مش هتبني هجمه ولا حتى كمان. ومنتخب مصر هو المنتخب الوحيد اللي في العالم كسبان 2-0 ما عندوش حته الاستحواذ السلبي في وقت من الاوقات يعني بيبقى المدير الفني انك بتنقل بس، يعني اسمه استحواذ سلبي في الملعب، بحيث ان انت تاخد تعمل ريكفر كويس تمتلك الكوره. والله انا لما التغييرات تمت اتصورت انه ده الفكره، ده المفروض. انت كسبان 2-0 يا باشمهندس، عايز افكرك ان عبد الله السعيد نفسه في الفتره اللي كان ابو تريكه موجود فيها لما لعب عبد الله استخدم هاف ديفندر تاني. صح مظبوط، يعني بس كان اصغر من كده. انت بتتكلم في وقت مع الاوقات الاهلي لما بتتغير الطريقه 4-4-2 كان برضه بيلعب في الحته دي، كان بيلعب ميد فيلدر تاني بالظبط. لكن الوقت اختلف. لاحظ ان احنا بنتكلم بكل الملاحظات الدفاعيه ديت عشان لعبنا ضد الكونغو وزيمبابوي. صح، هنعمل ايه في اللي جاي؟ يعني اذا كنا لا انا اتخضيتهم شفت الجزائر، يعني انا شفت عملوا ايه في السنغال. لا انا بقول من احسن الفرق تعديل طريقه السنغال مصنفه انما خنقوه في البطولات. والمدرب اللي بيكون جاي وعنده حريه الاختيار من دوري فيه 18 فريق زائد لعيبه خارجين، من 10 لعيبه جايين محترفين خارجين، فهو بيتخيل اسلوب لعب طريقه لعب وبيبدا يختار بيهم اللعيبه. مدرب النادي اللي بيجي النادي ما بيجيبش بطريقه لعب، بقى بيجي يشوف اللعيبه اللي عنده ويشوف الطريقه اللي تناسبه، عكس مدرب المنتخب. يعني مدرب المنتخب الا مدرب المنتخب بيبقى عنده الطريقه الاول وعايز حد يناسبه ويناسب، اما مدرب النادي مفروض عليه 25 لعيب. طيب، ما يختارش جينا. فهو اللي اختار دول. عشان كده لما انا بقول لبلال وبقول لكم ان استحاله يغير طريقه اللعب، صعب، لان ده انا اخترت اللعيبه بناء على غير احنا طريقه الفرجه بقى. احنا مش معنى كده بنزرع يا اخوانا تشاؤم، انما احنا من حرصنا على ان فرص فريقنا تظل. انا بس عايز اقول ملاحظه، اخاف الناس يعني ممكن بعض الناس يقولوها تفهموا غلط. لما بقول متوسط الاعمار دي مش المقصود بيها ان اللعيب اللي عنده 30 سنه ما يلعبش يعني وحش، لا ده مطلوب في الفرقه. انا بقول عايز متوسط يلعب بقدرات نستغلها كويس، يعني لا يبقى 30 وفي الفرقه 20 و24 هم انا عندي، لا يعني هم عشان برضو الناس لا يقول لك الله ده بقول لك اللي فوق التسعة عشان يبطلوا بقى ده متوسط. ممكن فكرة يتقال كده، لا يعني انت مثلا ما يبقاش نص الفرقة لا معدية 30. هي, هي 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 عملوها برضو يا باشمهندس، برضو جبتها من غير من 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 الشغل اللي عمل كده. العشر لعيبة باستثناء حارس المرمى ما بيتحسبش، العشر لعيبة أربع لعيبة متوسط أعمارها هو السن ده 26-27 سنة اللي هو قمة النضج الكروي. ثلاث لعيبة صغيرين من تحت ال 24 23 22 في الحدود دي، وثلاث لعيبه فوق ال 28، يعني يبقى عنده 29 سنه يبقى عنده 30 سنه يبقى عنده 31 سنه يبقى عنده 32 سنه ماشي، يبقى عنده 33 سنه ماشي، بس في الثلاثه اللي فوق دول خبراتهم عاليه قوي، والثلاثه اللي تحت خبراتهم قليله قوي مع الاثنين. جيل الوسط بقى ده اللي بيظبط، جيل الجزء لا، والثلاثه اللي فوق كمان يا باشمهندس ما بيجروش كتير، بس الثلاثه اللي تحت طيب بيجروا كتير قوي، فهيعوضوا. وجيل الوسط هيظبط. احنا هنا ما بنقولش تحت وفوق خطوط، بنقول تحت في السن. ملاحظات فنيه مهمه، لكن ما ينفعش تكونوا معانا وما نتناولش مشكله زي اللي حصلت في قرار اداري. فجاه رئيس اتحاد الكوره كمشرف على المنتخب بيستبعد الكابتن عمرو ورده لاسباب سلوكيه، ثم يطلع كابتن المنتخب في تصريحات بعد المباراة متضامن مع اللاعب وشبه رافض للقرار بل بيشتغل ضده، واخد بالك؟ لا، وتبريره الرافض هو اللي خضين لازم نعرف رأيك ان دي حياة شخصية، ان دي حرية شخصية. فين الحرية الشخصية عن المسؤولية المجتمعية بقى؟ طبعا مما لا شك ان في خطأ حصل، يعني والخطأ كل خطأ بيحصل لابد انه يكون في عقاب للخطأ ده. بس انا هاخد الموضوع من الزاويه الاخيره او من اللقطه الاخيره، وبعدين هرجع للقطه الاولى. اللقطه الاخيره بيقولوا ان عمرو ورده راجع المنتخب تاني، دي اللقطه الاخيره. ده معناه ان اللي قاله المحمدي والتضامن اللي حصل ده حصل، تمام.
وده رؤيه اللعيبه. دي الخطوره بالظبط كده، هي دي النقطه الاخيره. ان انت النهارده اللي انا عملته النهارده ككابتن فرقه تضامنا مع الكلام اللي بيقوله، هو ده اللي رجع عمرو ورد، او هو ده اللي خلى الناس تتكلم ان عمرو ورد خلاص راجع المنتخب. انت كمجلس اداره الاتحاد خدت قرار ليس قرار فني، هو قرار اداري تربوي بالنسبه للعيب، تمام؟ ملوش علاقه بكره القدم على الاطلاق، يعني ملوش علاقه بالفنيات على الاطلاق. بالظبط. اختلفنا او اتفقنا مع عمرو ورده كلاعب، ولكن انت لما خدت القرار ده قرار تاني ملوش علاقه بالفنيات نهائي، ما بصيتش على اللعيب كقيمه فنيه، انت بصيت على الموضوع كحاجه اخلاقيه تربويه كقرار اداري، وده مش قرار مدير فني، ده قرار مجلس اداره الاتحاد، تمام؟ فبالتالي طالما انت خدت قرار ليس له علاقه بالفنيات، لابد ان كل الناس تحترمه ابتداء من كابتن التيم اللي موجود بدايه، لان كابتن التيم هو كابتن برضو اداري وليس له قرارات فنيه داخل الملعب. انت النهارده ككابتن بتحمل اشاره الموضوع، انت مسؤول عن اللعيبه دي اداريا كلاعب، كاكبر واحد او اكثر خبره او اكثر واحد مشاركه، حطيت شاره الكابتنه دي عشان تكون الرابط الاصلي او الـ 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 او او الشخصيه ومنحاز اكثر للاداره المفترض بالظبط المفترض ان هي بتحافظ على سلوك الفرقه كسلوك جماعي. دي المهمه الاساسيه بتاعتك، مهمه كابتن فرقه. النهارده انت مش مهمتك ان انت تقول اللعيب باصي صح او باصي غلط او اتحرك داخل الملعب، انت لازم تعمل عمليه الانضباط داخل الملعب، تمام؟ ان ما فيش حد يتخانق، ما فيش حد يخرج عن شعوره، ما فيش حد، يعني كل الناس تبقى ملتزمه داخل الملعب. عشان كده احنا بنقول ايه، احيانا في فرق اللي بينجحها هو قائد الفرق او كابتن الفرق، واحيين كتير جدا قائد الفرقه بيكون سبب انه مش موجود طبعا، يعني انه بيسبب في تدهور الفرقه، لان بتحس ان الفرقه دي ناقصه حاجه كبيره جدا، يفك ملمومه بالظبط. القائد داخل الملعب، الفريق مرتبط، في ترابط، في روح عاليه، بتحس ان في كابتن فرقه في الملعب او مدير فني داخل الملعب، مش بس كابتن فرقه. فالنهارده القرار الاداري كان لابد يحافظ عليه المحمدي من وجهه نظري الشخصيه، يحافظ على القرار الاداري اللي اتخذ ضده، حتى لو كان قرار اداري خاطئ تتكلم فيه فيما بعد. وكمان في نقطة مهمة جدا، انا ما ينفعش اطلع في التلفزيون اتكلم على في الاعلام في حاجة زي كده، صحيح. على الاطلاق لو في حاجة هتكلم فيها يبقى انت بتتكلم خلاص يعني في غرف مغلقة، لان القرار اتاخد، ما ينفعش انا لما قرر، يعني انا النهارده المدير الفني بيديني تعليمات بيقول انت هتلعب النهارده فيرود، اطلع انا اقول لا في التلفزيون انا مش لاعب فيرود، انا هلعب النهارده هاف ليفت، خلاص انا مش هسمع، فاهم قصدي؟ خلاص. التضارب ده حاجة خطيرة في كرة القدم، خد بالك ده ممكن يكون المساوئ بتاعته فيما بعد، مش النهارده بس، ان كل مشكلة هتحصل، مشكلته انه فيما بعد، ما انا بقول لحضرتك كل مشكلة هتحصل اذا في ترابط وفي كلام هيتقال من اللعيبة، تمام؟ ولابد انك تصغى انت كإدارة مسؤولة لهذه القرارات بتاعت اللعيبة، فدي مشكلة كبيرة جدا 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 جدا. وعمرها ما كانت في منتخب مصر يعني، ولا في أي فريق، صحيح. ولا في أي فريق يعني كبير يعني، ده في المنتخبات الأفريقية الكبيرة يعني، في فريق كبير يعني فريق كبير تاخد بالك، لابد ان هو يحافظ على القرارات الاداريه بتاعته، على القرارات التربويه بتاعته، تمام؟ لان ده في الاول وفي الاخر لمصلحه الفرقه، لان هتخلق فيما بعد مشاكل من هذه النوعيه وهتقابل بالحل المثيل للموضوع ده، لان كل لعيب هتقابله مشكله يقول لك الكلام ده حصل، انت بترسخ لمبدا خطير، فاهم قصدي؟ طبعا ان انت ما يبقاش فيما بعد، مش هي مشكله ورده بس لوحده، بالظبط، مشكله فيما بعد مين بالزبط. ومين 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 فبالتالي هيكون العقاب، انت احنا بنتكلم هنا عن معالجه مش عن اشخاص، صحيح، خالص بنتكلم على ورده خالص بطريقه خالص نهائي ازمه، بنتكلم على قرار اداري اتاخد، فبالتالي لابد ان الكل ينصغ لهذا القرار الاداري. اما وانا قد باقي دقيقه، الكلام اللي قلته ده مهم جدا، لان الحقيقه انا موافق عليه، باقي دقيقه اديني إدارة هذه الأزمة، اديني 30 ثانية يغلط لو رجع في قراره؟ لا، إدارة هذه الأزمة بدأت من الأول خالص، إنها أثيرت هذه الأزمة، ده مش من أول الحلقة، إحنا في آخرها خلاص لا، إنها أثيرت هذه الأزمة. أي لو لم تكن يعني المفروض الأزمة دي من الأول خالص، من بدايتها يتقفل عليها وكانت تحل بطرق أخرى، أما وقد حصلت وصدر فيها قرار. تعرف هي ابتدت إمتى؟ في كأس العالم، هو احنا اللي حصل في كاس العالم بنكرره بعبقريه، خلاص قضي الامر الذي فيه تستفتيان. ابراهيم، والله هي كل الاخطاء بكل التفاصيل الفنيه في رايي يمكن تقليل حدتها او التخلص من جزء كبير من اثرها لو الروح بقت اعلى شويه، لو الحماس بقى افضل شويه، لو الالتزام بقى اعلى شويه، لو القبض على الفريق بقت اقوى شويه، ولو وجد المنتخب معاه في الفترة اللي جاية إن شاء الله كل الدعم الجماهيري اللي المفترض بيمثل قوة مضافة للمنتخب المصري مش موجودة لأي فريق،
مفيش فرقه في البطوله عندها 70,000 مشجع في كل مباراه. فاتمنى ليه 10 ثواني انا كمان 90 مليون. انا برضو بقول كل اللي قلناه النهارده هي مخاوف ناس حريصه جدا على ان منتخب بلدها يكون عنده الحظوظ الاكبر باذن الله. لكن احنا مش معنى كده ان موقفنا يعني ضعيف، لكن معنى كده ان احنا لازم ننتبه ولازم نعول على الحاجات اللي بتميزنا بقى، زي ما قال الاستاذ ابراهيم، الجماهير، الملعب، الدوافع اللي نتمنى ان ما يكونش اثرت عليه هذه الاحداث، ولذلك احنا توقفنا امامها. واشكركم جميعا وعزيز ابراهيم. شكرا جزيلا للكابتن فتحي نصير الخبير الكروي الكبير، امتعتنا الحياه كابتن. شكرا استاذ ابراهيم، شكرا يا كابتن عدلي، وشكرا لجلاد الحراس وموهوب التحليل كابتن احمد بلال، شكرا جزيلا ليك. اشكرك يا استاذ ابراهيم، اشكرك يا باشمهندس، واستمتعنا بيكم الحقيقه. لا دايما بنستمتع بيكم جميلا الحقيقه. خليك يا رب يا كرم. ويبقى باذن الله كل الدعاء بالتوفيق لمنتخب مصر. مصر بتنظم دوره كبيره، عملت كل ما في وسعها من انجازات عاليه جدا على مستوى الانشاءات، على مستوى التنظيم الرائع. يبقى فقط التوفيق للمنتخب الوطني في قادم المباريات. دمتم للاهلي دائما، ودام لكم الاهلي باذن الله تعالى بطلا شامخا. وعلى خير، نلتقي مساء الاثنين القادم ان شاء الله. تصبحوا على خير، ودائما النصر لمصر.